كالعادة التاريخ يلقن الطموح درسا قاسيا. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه من أصل 20 مرة، ليثبت دائما أن الأهلي صاحب الأرقام القياسية. معلش بيراميدز حاول جه من بعيد، ولكن أنت بتلعب البطل، بتلعب التاريخ، بتلعب الكبير، محدش يقدر عليه. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك. مباراة كبيرة قوي يا كابتن أيمن. صحيح. هي لآخر لحظة احنا مش عارفين مين فيها اللي هيكسب ومين اللي هيقدر يعود للمباراة تاني. بطل المباراة الشناوي. عملاق النهارده الشناوي. وبالنسبة لي حمدي فتحي كمان أول هاف تايم شايل كورتين في خط الستة. جونين 100 100. يقتسم النجومية النهارده كل الفرق الحقيقة لعبت بالروح. روح عالية جدا شخصية روح كبيرة. بعد ال 90 دقيقة شفنا أهلي واقف على حيله. أهلي عنده روح مصمم على الفوز. يعني شفنا مهما كانت الأحداث بتحصل والتعب والإرهاق، شفنا نقل كرة سليم على طول، الفكر موجود، التركيز موجود، وشفنا بقى لا يصح إلا الصحيح. لما بتنزل بقى باللعيبة اللي احنا قلنا عليها من أول المباراة كانت الدنيا اتغيرت تماما يعني. ولكن احنا مش عارفين ايه الظروف. طبعا الجهاز الفني بيبقى هو اللي اعلم بحاله اللعيبه كلها. صحيح. ممكن يكون حسين الشحات ما يقدرش يعمل غير الدور ده النهارده. ممكن يكون كهربا هو الشويتين دول اللي احنا كنا بنطالبهم يكونوا في الاول، هم دول الشويه اللي يمكن يكون الفرقه اللي قدامه حصل لها ارهاق جامد على اداء كهربا، يقدر يجيب جول، يقدر يجيب ضربه جزاء، وان كان ليه ضربه جزاء ثانيه كمان. حسين الشحات ليه ضربه جزاء ثانيه. صح. ولكن دي مباراه احنا الحقيقه واحنا بنتفرج عليها مش عارفين مين فينا اللي هيتوج. انت طبعا كل قلبك وروحك وتتمنى ان النادي الاهلي هو اللي، ولكن فريق كبير قوي انت كنت بتلعبه النهارده. اخذت البطوله من فريق كبير بجد، لعيبه كويسين جدا. قلت لك قبل المباراه التوفيق، التوفيق علامه النهارده الفوز بكاس 13. الف مبروك النادي الاهلي، الف مبروك اللعيبه، تيجوا بالسلامه ان شاء الله، وقدامكم مشوار كبير جدا. مطلوب منكم الدوري ومطلوب منكم افريقيا باذن الله. كابتن علاء الف مبروك. الله يبارك فيك. ايوه بطوله مهمه ودي احنا بمناسبه اللعيب اللي كان طبعا نجم النادي الاهلي اللي كان واقع على الارض هو كان محمود متولي، والحمد لله اطمنا عليه وقام بالسلامه، والحمد لله كل اللعيبه في افضل حاله، وزي ما شفناهم كده دايما ابطال، ولاعيبه النادي الاهلي طول عمرهم ابطال. كابتن علاء الله يبارك فيك يا ايمن. كانت بطوله مهمه الحمد لله، وادينا نفوز بيها. صعبه طبعا، فوز ما كانش سهل، لكن كان متوقع ان انت هتقابل فريق عنيد من اول الاستوديو. احنا اتكلمنا ان المباراه مش سهله بالمره، فريق نفسه يفوز ببطوله، وده كان الحاجه النهارده اللي كانت المنافسه اللي كانت بين لعيبه بيراميدز ونفسهم. ايوه وبيك. لكن الحمد لله النادي الاهلي قدر بخبرته الكبيره بلعيبته، بتقل لعيبته. صحيح. بنجومه، وزي ما كنت بتكلم في قبل المباراه خالص بقول لك في فرق بين حارس مرمى كبير. طبعا ده يتقال اي حارس مرمى كبير محمد الشناوي، لما في الاوقات اللي هي صعبه جدا واللي هي مصريه بتلاقيه، زي مثلا كانت ممكن اخر كره بتاعت دودو الجباس دي 1-1 في وقت توقيت قاتل. لكن وجود محمد الشناوي ده اسمه حارس مرمى كبير يعني. عملاق. ده عملاق فعلا، ده احسن حارس مصر فعلا يعني، بالله يعندني واللي يقول لا او مش لا، كل واحد ده رايه، ولكن انا بتكلم دايما بالشواهد، دايما بتكلم باللي بيحصل من الشناوي. لا النهارده الشناوي حافظ لك على انك تخرج بكاس السوبر في الوقت الضايع اللي كان مفيش اضربات. دي لقطه محمود متولي يا كابتن علاء اللي بعد المباراه اللي هو وقع فيها، لكن نتيجه المجهود الكبير، ولكن الحمد لله الحمد لله بطل من ابطال الماتش النهارده. النهارده وفي كوره كمان مطلعها متولي كانت هدف صحيح. صحيح. طلعها في اخر لحظه. صحيح. الحلو كمان يا ايمن ان اللي كان بيعالج متولي دكتور منيري. ده دكتور بيراميدز. عشان بس الناس يعني في حاجات كده في الملعب لازم تديها حقها. أيوة. ان اللي كان بيبص حتى لو جبت لقطه ثانيه بيبص بيطمن على محمود متولي ده دكتور منيري. أيوة. اللي هو هو بص واقف معاهم لحد دلوقتي دكتور منيري ده اللي هو الدكتور بتاع بيراميدز. لكن الحمد لله بطوله تضاف لبطولاتك الكبيره، وبتقرب شويه كمان لبطولات ريال مدريد. انت المنافس بتاعك ريال مدريد،
الف مبروك لجماهير النادي الاهلي 146 في تاريخ النادي الاهلي. اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي في الامارات. صحيح. الاول لازم اديهم حقهم النهارده على الشكل ملحمه كبيره، على الشكل والحماس وشكل الملعب وتشجيعهم واللعيبه تسخن لحد ما المباراه خلصت، شكلهم حلو قوي قوي. صعب تخسر في الاجواء دي، صعب وبتحطها يعني بين قوسين حرام، استحاله يعني. صعب صعب على الناس دي كمان تمشي كده، الناس دي عامله حاله جميله في الملعب. صحيح. فالنهارده بس اعتذر لجماهير النادي الاهلي في مصر هنا، بقول لهم جماهير النادي الاهلي اللي في الامارات بجد مبروك عليكم، هو ده امتداد لجماهير النادي الاهلي. انا فاهم وتستاهلوا، بتستاهلوا بجد الفرحه النهارده ليكم، حق تقضوا ليله جميله النهارده بانتصاراتكم بابطالكم اللي شرفوكم النهارده. وطبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي في كل مكان وخصوصا في مصر هنا، ومبروك لمجلس اداره ومبروك للعيبه، ومجهود قوي جدا جدا. مباراه انت ما كسبتهاش بالساهل. صحيح. ودي احسن حاجه عجباني انا، ان المباراه انت خدتها بعرق بجهد بتعب، سيبك فنيا كانت بتروح وتيجي ومش قوي، لكن لا. صح. انت تعبت وركزت وكنت الحمد لله التوفيق بقى. صح. يعني عشان بس ندي كل حد حقه، ايمن بيراميدز لعب وتعب وبذل مجهود كويس جدا جدا، وفي بعض الاوقات ضايقك، نفس الكلام عند النادي الاهلي، بس انت اللي بتلعب باسم النادي الاهلي وبطولاته، توفيق راح لك انت بس. على فكره توفيق بيروح اللي يستاهل، بس عشان ما فيش حد يقول كده. يستحق، يستحق. انت النهارده استحقيت انك تفوز بالمباراه، الف مبروك، وان شاء الله القادم ان شاء الله احسن واحسن احسن. وطبعا اكيد هننسى بس نفرح شويه، وبعدين هنخش على الترجي، على موقعه الترجي ان شاء الله طبعا يعني. لكن النهارده مش ولا النهارده ولا بكره تتكلموا في الترجي، النهارده نفرح، لعيبه تفرح وجماهيرها تفرح بالبطوله العزيزه دي، وبطوله جت فعلا بعد تعب وبعد مجهود شاق. الف 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 مبروك للعيبه النادي الاهلي. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، الكبير كبير. مفيش شك يعني، من قبل اللقاء احنا قلنا كلنا ان المباراه هتبقى صعبه جدا، لان بيراميدز جه من بعيد وعنده امل بقاله سنتين ثلاثه ان ياخد بطوله، وانت لسه كسبانه من اقل من شهر في بطوله الكاس. فرغم ضيق الوقت بالنسبه لهم وجايين رايح جنوب افريقيا، لكن انا كنت متاكد ان المباراه صعبه. ويمكن احنا لما اتكلمنا في الاستوديو في الاول قلنا الماتش الزمالك على قد شعبيته وجماهيريته، النهارده مثلا احنا شايفين الملعب كله جماهير النادي الاهلي. مزبوط. قلنا ممكن الملعب يبقى متقسم لو كان ماتش زمالك وهو الديربي الاول في الوطن العربي، ولكن قلنا في الوقت ده من انا بتكلم من الناحيه الفنيه بيراميدز هيبقى يضايق الاهلي اكتر، رغم شعبيه مباراه الاهلي والزمالك واهميتها لو كان الماتش ده اهلي وزمالك. صحيح. لانه زي ما قلت لك هم عندهم لعيبه في مراكز كتير كويس. عندهم بعض العجز، لكن بصفه عامه فرقه كويسه، فرقه عندها دافع كبير جدا انها نفسها تاخد بطوله. لكن مشكلتهم ان بيجوا جنب قدام البطل، يعني كل مره بيلعبوا النادي الاهلي نهائي كاس، بيلعبوا النادي الاهلي في السوبر. صحيح. نهائي، فالامور صعب. انت يعني انت لما تشوف جماهيرنا مقفل يعني مقفله الملعب كله في الامارات، منظر يعني يجبرك انك تبذل اقصى اقصى اقصى، حتى لو انت تعبان، حتى لو انت بتطلع اخر نقطه عرق عشان تسعد الجماهير دي. لانه طبعا مبروك لجماهيرنا كلها، اي جمهورنا في مصر، جمهورنا في الامارات، جمهورنا في اي منطقه في الوطن العربي، في اوروبا، في اي في امريكا، اللي هم اكيد ناس اتفرجت على الفضائيات في ماتش في بره الامارات وبره مصر. يعني مبروك لكل الناس، ولكن تحديدا اكتر الجمهور اللي بيبقى مغترب، واحنا لعبنا الماتشات دي كلها وفاهمين القصه دي، مستني لما الفرحة دي بتروح في دوله زي الامارات او السعوديه او قطر او اي مكان بتلعب فيه وجمهورك بيبقى مال الملعب، بيبقى مستني بفارغ الصبر ده يوم بالنسبه له. ممكن اللي بقى له سنه ما بينزلش. صح. اللي بقى له سنتين، اللي بقى له ثلاث سنين، هو انت جبت له مصر هناك. مزبوط. انت جبت له مصر في الملعب، انت بقى بالنسبه للنادي الاهلي، جمهور الاهلي، انت جبت له الاهلي. ده مراسم تسليم الجوائز يا كابتن. طبعا جمال علام رئيس الاتحاد. نشكر طبعا الاخوه في الامارات، نشكر الاستاذ جمال، كل الناس طبعا، اجواء جميله جدا وفوز مستحق، وجه بعد عرق وتعب كبير جدا. الحمد لله بطوله غاليه، بطوله كبيره،
بص الجمهور، بص الجمهور قافل الملعب، ما همش، خلي بالك الجمهور مستني، الجمهور مش عايز يمشي، مش عايز يمشي، الجمهور مش عايز يمشي. احنا كلنا عشنا الاجواء دي وعارفين يعني ايه جمهورك، وبالذات كمان لما يبقى خارج الوطن بيبقوا سعداء بدرجه غير، ده يوم ما ينسوهوش ابدا، يوم عيد، عيد بالنسبه له. بقول لك اللي ممكن بقاله فتره ما شافش حد من مصر، اللي بقاله فتره ما شافش لعيبه الاهلي، بالنسبه لهم اللي انا بتكلم على جمهور الاهلي، فده عيد وفرحه غير طبيعيه هيقعدوا يعيشوا عليها ايام كتيره جدا، كل واحد في شغله لحد السنه الجايه، اه يعيشوا ذكريات جميله جدا. صحيح. ففوز غالي جدا وفوز مستحق، مبروك للجهاز الفني، للعيبه بذلوا جهد كبير جدا على مدار ال 120 دقيقه، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. بطوله غاليه ومستحقه، وشكر خاص للجماهير اللي كانت في الملعب. صحيح. كابتن بلال الف مبروك، فوز غالي وبطوله غاليه زي ما قال معلق المباراه، وبعدين يا اهلي معاك. صحيح. تاخد كل البطولات، سيب حاجه لحد. لا احنا ما بنسيبش يا كابتن حاجه لحد. طبعا مبروك للاهلي، مبروك لل 83 مليون اهلاوي على مصري، بالاضافه لل 10 مليون اللي بره مصر بيشجعونا، سواء اذا كان في الدول العربيه او في شتى انحاء العالم، يبقى انت عندك 93 مليون اهلاوي النهارده مبسوطين. هل يعقل ان 93 مليون اهلاوي يروحوا زعلانين؟ هل يعقل ان 93 مليون اهلاوي يا كابتن اسامه يبقى يتكتب تاريخ في حضورهم؟ تمام، في وجودهم؟ هل يعقل ان انت تكتب تاريخك في حضور النادي الاهلي وفي وجود النادي الاهلي؟ اعتقد لا. بس جبتها منين 93 مليون؟ يا كابتن؟ جبتها منين 93 مليون؟ من الاحصاء يا كابتن. من الاحصائيات. من الاحصائيات معروفه يا كابتن، عد يعني اعمل اكتب اي حاجه كده رقميه وهتشوف جمهور الاهلي قد ايه. حكم المباراه محمود البنا، وبصراحه كان هو والفار تسبب في عدم اعطاء النادي الاهلي حقه في ضربه جزاء واضحه جدا 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 كانت ضد علي جبر. يمكن علي جبر النهارده عامل رقم قياسي، يعني كان ممكن يطرد ثلاث مرات. والله. ايوه صحيح. انذار وانذارين وضربه جزاء لينا يعني، جزاء ثانيه يعني يتغاضى عنها الفار. بس يعني اللي على الفار مش مصريين، فيعني يعني هنعذرهم يعني. او هنعذر، خلي بالك لو النتيجه، لو النتيجه تعادل اه طبعا، لا ضربه الجزاء او ركله الجزاء مؤثره طبعا جدا طبعا جدا. يعني دي كل واحد حقه اكيد اكيد، وحقك ما حقك تاخده، خد بنالتي بالظبط، تمام، هدف تاني انهي الماتش مظبوط، طرد كارت احمر بالظبط، وانذار اكيد طبعا، انذار تاني وكارت احمر، يعني بكل المقاييس الاهلي يستحق النهارده ان هو انه يلقب بالبطوله السوبر. كابتن ايمن صحيح، بيراميدز اضاع اضاع، ولكن انت لو انت ضيعت، لا ضيعت اسهل من الفرص اللي ضاعها بيراميدز، يعني انت جات لك ثلاث انفرادات بعد ما سجلت الهدف، كان ممكن تسجل منه، كان ممكن تسجل منه هدف ثاني وتنهي المباراه وتخلص الملعب، فتح بطريقه غريبه، كورتين وكهرباء وكورتين ثلاثه. يا جماعه الاجوان دي كلها، لا احنا برضو درس لعبتنا، خد بالك درس لعبتنا كابتن ايمن، لا يا جماعه لما يجي فرصه انك تسجل سجل، لان في الدقيقه 119 جت فرصه لبيراميدز انفراد، لولا تالق الشناوي كان ممكن مباراه ركلات، كان دلوقتي بنلعب ركلات ترجيح. ايوه. فالنهارده دي درس لعبتنا كلها يا جماعه، كسبان لا لازم تقلل مكسبك. احنا مش عايزين، مش هنتكلم في سلبيات النهارده، ولكن يعني هنقول مبروك للاهلي طبعا، بطوله جديده، لقب جديد للنادي الاهلي اتحط في دولابه، لقب جديد لجمهور النادي الاهلي يحتفل بيه النهارده. يا جماعه منظر الجمهور رائع جدا جدا جدا. يعني احنا الناس كانت قلقانه تقول لك ايه ده، نص الاستاد هيبقى فاضي، لا نص الاستاد مين؟ انت ممكن تجيب استاد على استاد تاني عشان تقدر تكفي جمهور النادي الاهلي يعني. وخد بالك ده انت في 48 ساعه جمهور الاهلي اشترى تذاكر ودخل الملعب وكان موجود، وكان موجود في صوره جميله جدا 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 يا جماعه، مش عايز يمشي ومش هيمشي دلوقتي، ان هو هيمشي دلوقتي. احنا قاعدين حاملين هم الجمهور ده. ايوه انت فاكر احنا قاعدين بنتفرج على المنظر ده، يا رب نكسب عشان الناس دي بس اللي موجوده هناك كمان. اه طبعا. واللي موجوده هنا واللي موجوده في انحاء الوطن العربي كله، هي دي الحكايه، هي دي القصه. والولاد فعلا من الشوط اخر الشوط الثاني والثالث والرابع كانوا هم من السيدين. اه طبعا انت يا كابتن الجمهور بيديك دافع كبير جدا، حتى لو يعني لو انت لا قدر الله ما عندكش امكانيات بدنيه بيديك طبعا، بيديك روح عاليه جدا، بيخلي يعني انت النهارده بص البيراميدز والاهلي مش الاثنين لاعبين زي بعض، تمام، بص الفرق السبيريت اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي والاداء اللي بيلعب بيه لعيبه بيراميدز، لا الروح القتاليه مختلفه تماما، عندك 40,000 واحد في الاستاد يحركوا الصخر،
يخلوك انك غصب عنك عايز تجري، عايز تكسب، عايز تقاتل، تمام، عايز تاخد كل كوره، عايز تسجل هدف، عايز تطلع من الملعب تقول انا عملت اللي عليا. وفي الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع المجتهد، توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيروح للي اجتهد اكتر، للحارب اكتر، للي دافع اكتر، للي كان يعني بيقاتل اكتر، اكثر رغبه. اكيد اكيد طبعا، ده وضع طبيعي جدا. انت كابتن ايمن النهارده تكسب وتكسب مستريح، انت حتى كمان يمكن ممكن لو كان مستر كولر تعامل مع المباراه بشكل مختلف من البدايه كان ممكن النتيجه تروح في حته ثانيه خالص، السيناريو يختلف تماما، والاداء يبقى مختلف، وانت ادائك يختلف، وتلعب ماتش حلو قوي وتسجل اهداف وتبقى انت مسيطر على المباراه. مش مهم يعني، هو يعني خلاص هو تدارك الامر وعمل التغييرات الجيده ولعب بشكل كويس وشكل الاهلي بقى افضل. وحتى في الاول في نهايه يعني المباراه خلي بالك برضو غير الاسلوب. اه طبعا، وانت بتقول يعني حتى في نهايه المباراه لما قفل نص الملعب انت جاتلك ثلاث اربع فرص انفرادات، انفرادات حقيقيه، حسين الشحات كورتين وكهربا كوره، كهربا جول، اي كونتر، اي كونتر اتاك، انت رايح رايح من نص الملعب. ما عشان كده يا كابتن شريف احنا بنقول ايه يا جماعه، يعني دي ده درس ليه، انت رايح لبطوله اهم من البطوله دي. البطوله دي مهمه وكل حاجه، ويعني هو بطوله وبطوله للنادي الاهلي وفي دولاب النادي الاهلي، لكن انت رايح لبطوله بقى، بطوله افريقيا، البطوله اللي احنا محتاجينها، البطوله اللي احنا عايزينها، البطوله اللي احنا ظلمنا فيها الموسم الماضي السنه اللي فاتت. فانت رايح لماتشات صعبه جدا، كل فرصه بتجيلك مظبوط لابد انك تستغلها، لا تعوض، استحاله. كابتن ايمن انت سجلت هدفين في القاهره، صح، كان مردودهم هناك ازاي؟ مظبوط، كان مردودهم هناك ان الفرقه نازله متسربعه ومستعجله وعايزه في تشتت بالظبط. فانت النهارده رايح تلعب في قدام فريق طبعا المفترض ان هو اكثر خبره، خد بالك انت المباريات النهائيه دي بقى مش بيحكمها برضو انك انت عندك لعيبه حلوه، لا بيحكمها انك عندك لعيبه خاضت المباريات دي. يا كابتن ايمن المباريات النهائيه ليها طابع مختلف غير المباريات العاديه. صحيح، النهايات اللي بيجي او اللي بيلعب كتير نهايات بيبقى عنده خبره النهايات، امتى يهدي الريتم، امتى يسرع، امتى هيعرف يكسب، امتى هيجيب اجوال، يعني الامور بتبقى كابتن بلال معاك بقى الميكروفون دلوقتي اهو، لحظات تتويج الكبير. بالبطوله بزيادة. بالبطوله سوبر المصري رقم 13، والبطوله الثانيه المستر كولر سوبر مصري. بص مستر كولر في 8 شهور مستر كولر جاب 3 بطولات. مستر كولر الى الان ماشي بنسبه 100%، صح 100% مظبوط، سوبر مصري، كاس مصر، سوبر مصري تاني، سوبر مصري تاني في 8 شهور، اول دوري عام. صحيح. يعني انا اعتقد ان شاء الله ان الدوري يعني ان شاء الله باذن الله قد حسم بنسبه كبيره للنادي الاهلي. وصل دول 4، لو كان كابتن عادل هنا كان قال لك ازاي تحسم ما بلال ملسه، لا عارف انت الحاجات دي، وصل دول 4 يعني الحمد لله مش موجود بطولة افريقيا. هيقول لك لسه تلعب للدقيقه، لسه تلعب للثانيه 50، هيقول لك الكره فوق العجله. خلينا نحيي باشمهندس سمير عدلي جنب الشخصيات. طبعا كابتن سمير عدلي طبعا الشخصيات اللي فانت حياتها حقيقة. عنده تاريخ برضه في عشق وحب النادي سمير عدلي، والله تاريخ برضه من الانجازات والبطولات وربنا كرمه وبيتوج تاريخه برضه مع النادي الاهلي وبيكمله مع النادي الاهلي في البطولات. يعني مدرب حراس المرمى بنده تطلع؟ لا والابطال هم بقى الابطال اللي هم يستحقوا فعلا الكبار الكبار طبعا الكبار يعني الكبار لانهم ينتموا للكبير بس يعني انت خلي بالك برضو انت بانتمائك بيراميدز معذور النهارده لانه كان بيلعب الكبير كابتن يعني كان بيلعب البطل. عارف ازمه بيراميدز ايه؟ اه انه قدامه فانيلا حمراء، ازمه بيراميدز انه قدامه تيشيرت احمر بجد بلال. وشوف والله العظيم الملعب كمان عامل ازاي، بقول لك بلال قبل مش الفانيلا قبل الماتش، بقول لك احنا لو تسعه الملعب كله احمر كابتن، الملعب كله احمر. انت ممكن تبقى وحش جدا بس هتكسب برضه الملعب، ممكن تبقى سيء جدا بس تعرف تكسب برضه كابتن. لو بنلعب تسعه هتكسب تيشيرت الاحمر، وعملناها على عملناها في كاس مصر، كان مطرود مننا واحد متاخر طب كمان كذا مره ومطرود مننا واحد ولعبنا 10 مع اقوى فرقه جت للمواطنين عارف حياتي. بص الجمهور مفيش واحد ماشي، لا 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 يعني مفيش واحد ماشي، ما دي لحظات الفرحه كابتن، وخلي بالك باين عليهم التعب برضه. طبعا طبعا دي الجمهور من بدري هناك في الاستاد، ودي لحظات فرحه يا كابتن امين. يعني تخيل انت جاي تشجع، اكيد مش هتسيب فرقتك في لحظه التدويق ورفع الكاس وتمشي، لا استحاله. ما يعملش كده غير جمهور النادي الاهلي طبعا. لا بص يا كابتن، جمهور عنده ثقه في فرقته، عنده ثقه في ناديه، عنده ثقه انك هتكسب، عنده ثقه فيك لما لا نهايه. خد بالك الثقه دي اصلا ما اتولدتش امبارح، دي مولوده من 1907، دي من زمن الزمن، من زمن الزمن وانت بتكسب بطولات، من زمن الزمن وانت بتحارب، من زمن الزمن وانت بتتوج، من زمن الزمن وانت واقف هنا يعني بترفع الكؤوس وتاخد الميداليات. يعني النادي الاهلي
تاريخ كبير جدا جدا جدا. عشان كده الجمهور دايما دائما وابدا حتى وانت في اسوء حالاتك بيروح وعارف ان انت على الاقل هتحاول، على الاقل خد بالك لو لا قدر ما كسبتش على الاقل هتحاول، على الاقل مش هتخذلهم حتى لو لو ما قدرتش انك تحقق النتيجه الايجابيه يعني هتسيب جلدك في الملعب زي ما بيقولوا. قلتوا حاجه في وسط المباراه، قلتوا الجمهور ده يحرك الصخر. طبعا يعني طبعا الجمهور نفسه طبعا يحرك الصخر، الجمهور يجيب لك بطوله. طبعا يا كابتن انت شفت الفرق بين لعيبه الاهلي ولاعيبه بيراميدز؟ هو لعيبه بيراميدز حد فينا ممكن يقول ان دي مش فرقه قويه جدا 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 تعادل فرقه النادي الاهلي في الامكانيات الفنيه والبدنيه، لكن في الروح والسبيريت لا، الفروقات واضحه. صح. الفروقات واضحه تماما تماما تماما. صحيح. فرقه جيده جدا بيراميدز، فرقه رائعه. وانا قلت لكم قبل الاستوديو يا انا كنت اتمنى الزمالك تمام فنيا اقل بكتير جدا، يعني كنا ممكن نشيله سته النهارده مستريح. صح. بسهوله تمام في الوقت الحالي، انا بتكلم على الوقت الحالي. انما بيراميدز لا، افضل اقوى، عندهم مهارات، فرقه منظمه، فرقه جيده، عندها طار مش هتقدر تاخده للاسف الشديد. يعني انا بعتذر لهم، خلي بالك مروان هو مش هيقدر ياخد الطار بتاعه. مروان خد بطولتين في مروان عطيه في شهرين، خد بطولتين شهر ولا ثلاث شهور. لا ما هو من مواليد يناير. يعني مروان عطيه جه ثلاث شهور واخد بطولتين. لا لا وكتب يا كابتن ورابع كاس عالم، هيكتب تاريخ القندوسي، هيكتب تاريخ كبير يا كابتن والله. طبعا هيكتب تاريخ كبير. ادي القندوسي، ادي السوبر، ثلاث بطولات. القندوسي خد ثلاثه ولا القندوسي جه في يناير؟ مش جه في يناير سوبر. خد كاس وسوبر. كاس وسوبر. لا سوبر وكاس. كاس وسوبر. مستر كولر هو اللي خد ثلاثه. والله العظيم تاريخ، الناس دي بتكتب تاريخ. صحيح. الناس دي بتيجي اللعيبه دي والله العظيم ثلاثه. في ناس جت النادي متولي طمنا الحمد لله، هو على رجله ما شاء الله بياخد الحمد لله الجاي. يعني بص، هي الميداليه الذهبيه كالعاده، يعني لا جديد مع الاهلي، لا جديد، انما الجديد مع الاهلي تحطيم الارقام القياسيه. طبعا انت بتنافس نفسك يا كابتن ايمن، بتنافس ارقامك، يعني بتحاول ان انت يعني تعدل الارقام بتاعتك اللي انت بتحققها. انت النهارده النادي الاهلي يا جماعه مختلف تماما عن كل الانديه. يعني الاهلي النهارده يعني التتويجات كل احنا تقريبا كل شهرين عندنا بطوله. الحمد لله رب العالمين. ماسك الخشب. الحمد لله ما عنديش اهو ده الخشب اللي ممكن نمسكه. ايوه لعيبه النهارده رجاله الحقيقه، ادوا بشكل رائع جدا 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 جدا، وواضح الاصرار عليهم النهارده. يعني الاصرار واضح، يا واضح ان هم مصرين على البطوله. يعني بص اللي في اخر المباراه لعيبه اثنين وثلاثه بيخشوا بياخدوا الكره والالتحامات كلها انت بتاخدها. يعني واضح ان في اصرار وعزيمه انك ما تخرجش من الماتش ده غير وانت كسبان. مظبوط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الاخر حقق للنادي الاهلي المراد، الا وهو انه يتوج بكاس السوبر على حساب بيراميدز. وعلى فكره انا بحيي لعيبه بيراميدز النهارده صدقني. طبعا. بحييهم جدا طبعا. اداء يعني اداء رائع جدا، اداء راقي جدا. في بعض الاوقات كانوا خرجوا عن النص شويه، ناخد على البعض منهم كده بالظبط كده على يعني نسبه قليله، ولكن النهارده انا الحقيقه بحييهم. ايوه بس بقول له معلش انت مشكلتك انك في مصر كبير. في نادي اسمه النادي الاهلي للاسف الشديد. صحيح. مش هتقدر انك تتخطى هذا النادي او تكتب تاريخ في ظل وجود النادي الاهلي. صحيح. كابتن شريف العملاق شناوي نجم مباراه اليوم، وكابتن صاحب اللقطه، صاحب اللقطه وصاحب استلام كاس السوبر رقم 13 للنادي الاهلي العظيم. بطوله تضاف لبطولات النادي الاهلي اللي دواليبه كلها اتملت طبعا. يعني لسه درجه ان كل الناس بتحسدك. لا لسه ما فيش يعني حاجه لسه السنه دي في دواليب جديده، في ثلاث اربع اماكن كده فاضيين عايزين نملاهم برضو باذن الله. سعاده لجماهير النادي الاهلي اللي هي بتطالبنا دايما بالاداء ده من ايام ما احنا كنا بنلعب لغايه اللعيبه الموجوده دي والاجيال. صوره البطل اجيال صوره التتويج بالكاس بتوصل لاجيال ثانيه. مبروك لمجلس إدارة، الناس الموجودة هناك أو الموجودين هنا. هي منظومة شاملة دي نتيجة مهند مهند رئيس البعثة مهند خالد مرتجي المجموعة كل معظمها هناك وطارق صورة تاريخية هم الموجودين هناك. صورة تاريخية متعود عليها النادي الأهلي طبعا. مبروك مبروك بجد، الفرحة حلوة. صحيح. والفوز حلو طبعا. صحيح. وده نتيجة الالتزام ونتيجة الإدارة الجيدة برضو. يعني أنت دايما بتعمل على إسعاد الناس دي، الناس دي هي الأساس في كل شيء. الناس دي هي اللي بتشيلك على الحلوة وعلى المرة. يعني بيتغنوا دلوقتي، إحنا على أيامنا ما كانش فيها علاء
الاغاني دي. ايوه كان في كلمه احلاي احلاي يعني. انما دلوقتي الحقيقه كسرت البطولات طلعت المخزون الفني اللي عند الناس. ايوه او شحنت بيشحنوا بعض بيعملوا الدخلات. فاكر الدخلات العظيمه؟ بقى من احسن الجماهير اللي بتعمل دخلات جنب المغرب وجنب الرجاء كمان فرقه كانت جامده جدا بتعمل دخلات هايله. صح. وفي في فرنسا فرقه بتعمل دخلات. يعني الجماهير هي حياه كره القدم الحقيقه، هي اللي بتسري. خلينا في المنظر الرائع ده اللي في الامارات. ما هي دي الجماهير. بص، هو ده حضور النادي الاهلي في اي مناسبه ينجح اي مناسبه. الناس قاعده كلها مستنيه دي اللحظه طبعا. هي جايه عشانها وعشان عشان كده احنا واحنا قاعدين بنتمنى الفوز. لان لو حصل حاجه لا قدر الله، يعني قدر الله ما شاء فعل، مش مكتوبه لك النهارده الناس دي اللي انت شايفها. لا بس كنا متوقعين فوز بنسبه كبيره يا كابتن شريف. طبعا طبعا يعني برغم ان احنا قعدنا على اعصابنا فتره. والله اقول لك على حاجه، زي ما بلال قال لي، انا كنت اتمنى النهارده ان انا العب، طبعا الاعب نادي الزمالك خدت بالك مع الفرق. ما انت خلي بالك لاول مره كابتن شريف تكسب ماتشين في ماتش، تكسب فرقه بالانسحاب وفرقه في حضورها قدام الجماهير المصريه بره. الله عليك يا شونج. خلينا مبدع شونج. خلينا مبدع في الواقع. فيلسوف. خلينا في الواقع دلوقتي، احنا كسبنا. دايما تشوف فيلسوف حقيقي بصراحه. الفرقه اللي تحملت مشقه المباراه دي وادوا مباراه هايله جدا، اعتقد ان ليهم مكانه في البطولات. فرقه بيراميدز قريب جدا هيكون ليهم مكانه، واحنا زعلانين عليهم ان هم خرجوا من الكونفدراليه. والسنه الجايه ان شاء الله اعتقد انها هتبقى حاجه بالنسبه لهم كويسين. هارد لك فرقه بيراميدز، مبروك لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، وهل من مزيد يا كابتن؟ ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، ثلاث بطولات لمستر كولر في 8 شهور، 2 سوبر مصري و1 كاس مصر. طبيعي انا دايما بقول كلمه هنا، المدير الفني بيجي النادي الاهلي بياخد الختم ان هو بطولات وبياخد اسمه بيعلى جدا جدا جدا. وزي ما بقول لك يعني النادي الاهلي بيضيف لاي مدير فني اسم كبير قوي، يعني يساوي مثلا 3-4 سنين شغل في اي نادي تاني. لكن هو ده النادي الاهلي، نادي الحمد لله ما فيش مدير فني بيدخل فيه غير لما بتجيب بطولات واسمه بيعلى جدا جدا جدا. وكولر اشتغل كويس جدا. صح. خد فتره لكن اشتغل كويس في اوقات، يعني زي ماتش النهارده كنا نتمنى البداية يبدا بشكل تاني. لكن هو دايما في كره القدم تحترم راي المدير الفني لانك في الاخر هتحاسبه هو. لكن هو فاز بالبطوله النهارده، خلاص نقول له مبروك البطوله الثالثه، وان شاء الله ان شاء الله تركيزه يبقى على البطوله الاكبر والاهم والرابعه اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله. لكن هو لا، مدير فني بقى اشتغل في النادي الاهلي، والبطولات دي اكيد هتدي له حتى ثقه كمان يا ايمن، ان بطوله في الثانيه في الثالثه اي مدير فني بيبدا ومعظمنا يمكن اشتغل يهمه يفوز ببطوله. مظبوط. مش ببطوله، مش في اي نادي، لكن هو عارف هو فين. أيوة. فيهمه ان هو يفوز ببطوله. بطوله لا هتوديك حته ثانيه خالص. لكن ثلاث بطولات الحمد لله الشكل مرضي جدا جدا جدا. فطبعا مبروك عليه ان هو بقى مدير فني النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيرفع اي حد، اي مدير فني، اي لاعب بينتمي للنادي الاهلي، فانت رحت حته ثانيه خالص. لكن يحسب له ان هو بيعرف يكسب. صح. ودي مش سهله على اي مدير فني. في مدير فني بيعمل كل حاجه بس بناقصه اخر حاجه اللي انت عايزها، بيعرف يكسب. فالف مبروك لكولر وجهازه المعاون وجهاز الاداري، ومبروك لسيد، والحمد لله على البطوله. ان الشكل النهارده الملعب وشكل الجماهير ما ينفعش حاجه ثانيه. صح. شكل الملعب النهارده وجماهير النادي الاهلي يعني حاجه تفرق. كل حاجه بمشيئه ربنا، بس انت مش متصور حاجه ثانيه. مظبوط. يعني انت احنا كل متخيلينه المنظر اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف وبلال واسامه وكده، المنظر ده يعني تقول استحاله ان الجماهير دي تطلع زعلان. مش استحاله ايمن، اللي هو بعيده، صعبه قوي يا جماعه، اللي هو صعب يعني، صعب الناس دي كلها تبقى زعلانه. لكن على الجانب الاخر لا، كل التحيه والتقدير لبيراميدز النهارده. الموضوع مختلف تماما، عملوا مباراه محترمه غير مباراه الكاس. لا، لعب كويس قوي النهارده، كان في اوقات كتير مباراه ند ليك. وهنا النقطه اللي هرجع ليها دايما بتكلم، ميزه النجم، ميزه اللعيب الكبير في النادي الاهلي، وقت اللحظه اللي انت مستني النجم بتاعك بتلاقيه. هو ده الفارق النهارده اللي عمل الفرق. ايه؟ الشناوي. وجود الشناوي النهارده هو اللي عمل فرق كبير قوي في المباراه. انت كنت اخطر واحسن وكده، بس بعد 1-0. انما في لقطه جت اللي هي الانفراد، هنا بقى الشناوي، هنا اللعيب الكبير اللي لما يتقول عليه ده احسن حارس في مصر، فانت
صحيح. ما بتجاملوش ولا بتجامل ناديك، لا ده عن جداره واستحقاق. الف مبروك للعيبه النادي الاهلي تاني، ومبروك يا شناوي النهارده مستواك الهايل، واتمنى دايما ان شاء الله الاحسن. والمره الثانيه هارد لك فهارد لك فريق بيراميدز قدم مباراه محترمه، لكن هو بيلعب فريق متمرس في بطولات، فريق ما بيلعبش غير على بطوله بس، على المركز الاول بس، وكانت هنا الصعوبه لدرجه ان باتشيكو في اخر مباراه عمل مجازفه انتحار، واحد عارف انت واحد يعني قسم الملعب انتحار، واحد حاطط ديناميته كده وبيضرب في نفسه، اللي هو كان ممكن يبقى 2 و3 وكان لازم يحصل كده ورحنا. لكن الحمد لله اهم حاجه في الاخر انت بتقول مبروك على بطوله السوبر. صحيح، مبروك على بطوله السوبر، ومبروك اول انتصار على في نهاية السوبر على ملعب محمد بن زايد. يمكن البعض او بعض المغرضين قبل المباراه قال لك الملعب محمد بن زايد النادي الاهلي بيخسر عليه، لعب ماتشين قبل كده في السوبر خسر، النادي الاهلي هيخسر النهارده. النادي الاهلي يلعب في اي حته، يلعب في محمد بن زايد، يلعب في هزاع بن زايد، الاهلي هو البطل. النادي الاهلي اثبت النهارده ان هو مش النهارده بس، في كل البطولات اللي خاضها النادي الاهلي هو بصراحه النادي الاهلي هو الكبير، هو البطل، هو اللي بيحطم الارقام القياسيه، هو اللي بيخلي اليوم حلو. وفي الاخر نقول ايه اليوم الحلو ده غير النادي الاهلي هو اللي بيعمل او بيطرح البسمه على زي ما قال الكابتن احمد بلال اكتر من 90 مليون مواطن مصري. 93 هو 93 كابتن ما تكلمناش في 3 قال 93 مليون 93 مليون اهلاوي. ركز في الكلام عشان دي طيب. نروح أرقام سوا كياسية. نروح سوا نشوف فرحة جماهير وأعضاء النادي الأهلي في أهل الجزيرة مع الزميلة نورهان طمان. اتفضلي يا نورهان. برحب بيك يا كابتن أيمن، وبرحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام، وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، كالعادة نجوم وكالعادة رجالة وكالعادة فريق كرة القدم بيفرحنا، وإحنا هنا طبعا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة بنرصد لكم الفرحة اللي إحنا شفناها بعينينا يمكن من قبل المباراة يا كابتن أيمن، وإحنا يعني راصدين أعضاء النادي هنا متفائلين جدا. شفنا يعني يمكن أنا لو أنا هدي أعضاء النادي هنا لقب أنا أديهم أشطر جمهور، يمكن كان قبل الهوا يا كابتن أو قبل الماتش إحنا قلنا لك إنه أعضاء النادي الأهلي هنا في الجزيرة بتتوقع تألق كبير لكهربا لو شارك بشكل حتى يعني إن هو ما كانش بشارك بشكل أساسي، ولكن لو شارك في المباراة هيقدم كرة مختلفة وهيكون وجوده فارق مع الفريق. وزي ما شفنا طبعا كهربا كان متسبب في ضربة الجزاء اللي سجلها طبعا نجمنا علي معلول. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن اعضاء الجمعيه العموميه هنا في الجزيره كلهم التفوا حوالين الشاشه الكبيره عشان يطمنوا على نجم النادي الاهلي طبعا متولي بعد ما يعني يمكن خضنا عليه شويه وبنقول له الف مليون سلامه يا متولي. طبعا احنا هنا زي ما قلنا لكم من الجزيره بنرصد لكم فرحه الجمهور، وهنروح للجمهور ونسمع منهم وناخد رايهم، وطبعا مليون مليون مبروك ليكم ومليون مبروك لكل الاهلاوي في كل مصر وفي كل الوطن العربي. مبروك للنادي الاهلي. الف 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 مبروك، وبنهدي الكاس دوت لكابتن محمود الخطيب. طيب قولي لي بقى النهارده شفتي الماتش ازاي؟ لا الماتش كان اعصابنا كانوا على اعصابنا بصراحه، احنا فعلا كنا على اعصابنا، بس الحمد لله لعيبه الاهلي رجاله وقدها بالظبط. طيب قولي لي بقى مين احسن لاعب في المباراه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري احسن لاعب حمدي فتحي كان بيلعب حلو جدا، كهربا في الشوط الثاني حلو جدا، الشناوي لازم نقول ان الشناوي كان بصراحه جبل بصراحه الحمد لله. قولي بقى النهارده شفت المباراه؟ والله الحمد لله رب العالمين، واحنا فرحانين بصراحه الحمد لله، يعني النادي الاهلي فرحنا بمكسبه وده وكالعاده يعني، والحمد لله وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. وانا بشكر محمد الشناوي، بشكر وحش افريقيا احسن جون في مصر. الاهلي يعني يا ابو قويه، مبروك النادي الاهلي، مبروك النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك والف سلامه على محمود متولي، ربنا يشفيه يا رب. بس عندنا عبد الفتاح عامل الوقت عندنا الوقت عامل قوي بتعمل اسعاف، عندنا عبد الفتاح حكايه تقول النهارده. مين احسن لاعب في الماتش؟ هو اللعيبه كلها اللي كانوا على الدكه واللي في الماتش كلهم رجاله والجهاز الفني، وبحب اشكر الكابتن محمود الخطيب والكابتن كولر وكل الجماهير اللي كانت حاضره ديت من الصبح وقاعدين مستنيين عشان نتابع الماتش،
والحمد لله يعني كنا بادئين بدايه بطيئه شويه، بس الحمد لله في الشوط الثاني لما عملنا تغييرات الحمد لله. رايك النهارده في لا المباراه كانت صعبه جدا، بس الحمد لله الاهلي اداء ودور. ببارك للنادي الاهلي وجماهيره واعضائه والجماهير الجميله قوي ديت، وبشكر الشناوي بصفه خاصه ما شاء الله كان راجل مباراه حاجه جميله قوي قوي، وبشكر كل اداره الاهلي. رايك النهارده في المباراه ومين كان نجم المباراه؟ المباراه رائعه جدا جدا، والف الف مبروك للاهلي والف مبروك للجماهير، وبصراحه الشناوي راجل المباراه، الشناوي بصراحه اسعدنا. قول لي بقى مين النهارده اللي كنت يعني خايف منه شويه في بيراميدز؟ خايف مين اللعيب اللي كنت خايف منه شويه في بيراميدز؟ في بيراميدز انا مش خايف من اي حد، الاهلي قوي والاهلي بمن حضر، وكهربا نزل كهرب الملعب والف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله عقبال افريقيا. طيب قول لي بقى يا حاج، يعني يمكن الماتشات اللي جايه في الدوري ودوري ابطال افريقيا، طبعا اكيد انت عايز تبارك للنادي الاهلي وكل الفريق، بس كلمني اكتر بقى عن الماتشات اللي جايه، نفسك ان شاء الله الفريق يقدم ايه؟ احنا انا الاول بتكلم على الشناوي، الله يبارك له هو اللي انقذ الماتش كله، فعشان كده ده اول واحد كلنا لازم نحييه الشناوي ده، الباقيين كلهم ابطال احسن من بعض كلهم. بشكركم جدا، بشكركم يا كابتن ايمن. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي هنا، هسيبكم مع اصوات الناس في اغاني الافراح. ما هو النادي الاهلي هو اللي دايما هو اللي دايما بيساعدنا. النادي الاهلي خليك مع الاهلي دايما، لان مع الاهلي الحياه اجمل. كابتن شريف، يمكن كابتن بلال وكابتن علاء وكابتن اسامه اللي عليه الدور، اسامه اوعى ترجع في كلمه قلتها في حياتك. لا 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 ده انا بتكلم، بص خلي بالك ده كابتني ان شاء الله لو يقعد يتكلم ساعتين متاكد ارجع له؟ ارجع له عادي، انا بنسجم. انا انتوا اتكلمتوا على جماهير النادي الاهلي، يمكن كابتن احمد بلال صنفهم بقى وقال لك جماهير النادي الاهلي في الامارات، جماهير النادي الاهلي في مصر، جماهير النادي الاهلي في العالم كله، ناس عشان تعرفوا بس ان جمهور النادي الاهلي في كل حته، ومنهم شخصيات بارزه جدا 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 في جميع الدول العربيه. احنا جاي لنا يمكن تهنئه على الهوا من معالي الوزير احمد قطان، والوزير احمد قطان هو سعودي الجنسيه ولكن متربي في النادي الاهلي، طبعا متربي في النادي الاهلي طبعا، ولا يقل عن اي مشجع يشجع النادي طبعا الاهلي. يعني تحيه خاصه لمعالي الوزير احمد القطان، يعني هو سعودي الجنسيه صحيح لكنه هواه مصري برضه، راجل من اشد الناس المنتمين للنادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي، فبنقول له مبروك، ومبروك لكل جماهيرنا في كل مكان. يعني فرحة كبيرة جدا لكل من ينتمي للنادي الأهلي، وأنا قلت لك أكيد كل حد سعيد، بس أنت شايف جمهور اللي في الإمارات مش عايزين يمشوا، وهتلاقي كمان لما اللعيبة تتنقل للفندق، لأن إحنا شفنا الأجواء دي وعشناها، هتلاقيهم رايحين في الفندق ومش هيسيبوا اللعيبه الغير لما لغايه لما يركبوا الطياره، لانه زي ما قلت لك الاحساس انك انت طبعا. بنشكر دوله الامارات الشقيقه واستاد رائع، استاد الشيخ محمد بن زايد، التنظيم ككل والتنظيم ككل كالعاده يعني. كالعاده يعني طبعا، فبنشكرهم شكرا شكر جزيل يعني، ولكن التنظيم ده ايضا بينجح وجود النادي الاهلي. طبعا ما فيش شك، طبعا اليوم كله طبعا النادي الاهلي مشارك في اي بطوله، اذا كان البطولات العالميه ايمن، مش البطولات بس المحليه بتاعتنا، بطولات الانديه العالميه، لما الجمهور الاهلي بيروح بنلعب في المغرب، بنلعب في السعوديه، بنلعب في قطر، بنلعب في الامارات، اي الكويت، بنلعب الجمهور الاهلي بيضيف شكل مختلف جدا وهو موجود. صحيح. فانا اقصد انه يعني مش زي ما قلت لك الفرحه لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ولكن انا بتكلم في البلد اللي هي اقيم فيها المباراه، الناس زي ما قلت لك يا ايمن ما بتصدق، يعني ما بتصدق تشوف النادي الاهلي موجود هناك، بتصدق تشوف اللعيبه على الطبيعه، احساسهم حتى لما حد فيهم بيطلع على الشاشه بيبقى سعيد جدا انه الرساله، يتمنى ان حد من اهله يبقى يشوفه، ممكن يكون بقاله سنه وسنتين وثلاثه ما جاش، فما فيش شك انه سعاده غير طبيعيه لكل جماهير الاهلي النهارده، وخاصه من
كان في الامارات او حضر المباراه في ارض الملعب. يعني انت طلبت مني ان انت تبعت برقيه عزاء لاهل الكابتن هاني مصطفى. طبعا الله يرحمه الكابتن هاني، طبعا من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، وراجل يعني بالنسبه لي انا كان يعني ممرن يعني مدير كوره في الوقت بتاع الكابتن محمود الجوهري سنه 82 83 لما كان موجود، وشخصيه من الشخصيات الجميله، وطبعا غير بقى مجال التدريب وغير مجال ال اداره الكوره اللي كان فيها وكمدير كوره، يعني طبعا من الناس اللي كانوا متواجدين دايما بصفه دايمه في النادي الاهلي، دايما في منطقه بتاعه التنس، لان هو كان من اشد الله يرحمه من اشد الناس اللي بتحب لعب التنس، التنس الارضي، وكان دايما موجود وكان دايما متواجد وبنشوفه دايما في النادي الاهلي. ويمكن فتره مرضه الاخيره يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناته ان شاء الله، فالله يرحمه ويغفر له، وكان من الشخصيات الجميله خلقا ولاعبا، وبنعزي كل من ينتمي للنادي الاهلي وكل جماهيرنا وكل جماهير الكره المصريه، لان هو من الشخصيات برضو كانت محبوبه على مستوى جماهير مصر. صحيح. وربنا يصبر اهله، ويعني ربنا يديهم الصبر، ونعزي كابتن ابو امين كمان، كابتن ابو امين كمان طبعا من الشخصيات الرياضيه المحترمه اللي احنا اول ما طلعنا كان كابتن ابو امين ليه باع كبير قوي في الرياضه المصريه. كابتن نادي الاسماعيلي، كابتن هاني انا يمكن اول بدايتي كان موجود هو كابتن صلاح حسني يمكن، وكابتن سمير حسن انا لحقت الجيل ده في الاخر خالص. لعبت معاه يعني لعبت احتياطي يعني لغايه لما ابتديت في الدرجه الاولى، ولعبت اول ماتش كان لحقت كابتن هاني معايا بقى كمدرب كمسؤول مع مستر كوتي وكان مع مستر كالوتشاي. الاخلاق كلها الحمد لله يعني نادي الاهلي، نادي الاهلي هو الاخلاق كلها كابتن هاني مصطفى، وكلنا كنا بندعي له الحقيقه في فتره مرضه، والحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعل. الف رحمه ونور عليك يا كابتن هاني، وربنا برضو يرحم كابتن ابو امين طبعا من اللعيبه تاريخ نادي الاسماعيلي الله يرحمه ربنا يرحمه. تعالوا نعيش اجواء الفرحه مع نجوم النادي الاهلي ونروح نشوف محمود متولي قال ايه بعد الفوز. الحمد لله طبعا اول كويس، الحمد لله مبسوط جدا من مكسب النهارده، وببارك لجمهور الاهلي، وبتهيألي يعني الجمله دي خلاص كفيله تطمن اي حد يعني، فالحمد لله كله خير والحمد لله طمن الناس يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، وهي بس يعني خبطه بسيطه دوختني شويه خلاص، بس خلاص يعني الامور كويسه الحمد لله كله تمام. خمس دقايق مصر عاشت في الرعب، الحمد لله انك بخير، الف مبروك على بطوله السوبر. الله يبارك فيك، مبروك لجمهور النادي الاهلي وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله من كده. دكتور ابو عبله طمنا حضرتك على طبعا على استاذ متولي كابتن متولي ويعني الحلقه دي. والله الحمد لله ربنا كريم يعني وربنا ستار يعني. كان حصل اغماء كده بعد غالبا كان اخر التحام قبل صفاره الحكم على طول. يعني طول شويه. طبعا بدانا مع الاسعافات الاوليه. فضلنا معاه لغايه نزل طبعا طاقم الاسعاف كمان بتاع الملعب. عملنا شغلنا والحمد لله اموره بقت كويسه جدا. في الاخر كان تشخيصنا ان هو كان يعني اغماء خفيف جدا ورجع منه. في بعض الفحوصات احتمال هنعملها هنا طبعا، هنخرج على طول دلوقتي نعملها حاجات بس للاطمئنان مش اكتر، حاجات روتينيه مش اكتر، انما ان شاء الله كلها تطلع مطمئنه ونطمن الجماهير كلها اكتر، انما مبدئيا نطمن جدا، امورنا ممتازه جدا، حاله الوعي بتاعته وحالته الذهنيه ممتازه جدا جدا، حالته البدنيه ممتازه جدا جدا، فنطمن. انا عارف طبعا الناس قلقان عليه، نطمن مفيش اي حاجه تدعو للقلق خالص، بعض الفحوصات الروتينيه كده هنعملها دلوقتي ونطمنكم اكتر ان شاء الله. وبس طبعا الخضك منها يعني 10 دقائق من الرعب لدرجه يعني الاستاد كله صمت تام في مصر، في ناس كانت بتعيط في حتى هنا ناس كانت بتعيط في الاستاد، فطبعا هي ده اللي قلق الشعب المصري كله. والله الحمد لله ربنا ستر طبعا. احنا بقى جوه الموقف فتخيل يعني، بس الحمد لله ربنا ألهمنا الثبات والحمد لله عملنا شغلنا والحمد لله ام كويس الحمد لله. بنشكرك على سرعه التحرك وسرعه الانقاذ طبعا يا دكتور، ودي عدد حضرتك يعني، وبنبارك لك بقى على السوبر بقى.
الحمد لله ده فضل ربنا علينا في كل حاجه يعني، ونحمد ربنا تاني وتالت وعاشر، والحمد لله بطوله كانت مهمه جدا في وقت مهم جدا. برضو زي ما بقول كل مره احنا عندنا لسه مشوار طويل، عندنا لسه مباريات مهمه جدا جايه، ربنا يوفقنا فيها ودعوات الناس كلها ان شاء الله ربنا. حاجه جميله، وزي ما قلنا يوم من الاعياد، يوم عيد، يعني هو يوم عيد لجماهير النادي الاهلي في مصر كلها وفي دولة الإمارات الشقيقة، يمكن في العالم كله. الكابتن محمود الخطيب أرسل برقية تهنئة للاعبي الفريق بعد المباراة. كابتن محمود الخطيب أيضا يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالسوبر. كابتن وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة 13، وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة. وأكد أيضا رئيس النادي الأهلي على تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي من جهد وتركيز لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة النادي الأهلي في كل المحافل، وقال أن الحصول على بطولة السوبر المصري خطوة في مشوار طويل هذا الموسم يحتاج إلى تكاتف مستمر وجهد مضاعف لتحقيق كل الأهداف على كافة المستويات. وجه كابتن محمود الخطيب الشكر والتحية الخالصة إلى دولة الإمارات الشقيقة من لاستضافتها مباراة السوبر وخروجها بشكل أكثر من رائع كالعادة، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعب المصري والإماراتي. كما أكد أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على ملاعب الإمارات الشقيقة أمر يسعد كل المصريين على السواء ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما أواصر المحبة وأواصر راسخة على مدار التاريخ. انتهى البيان. بطولة كبيرة، بطولة غالية، نادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي فيها. زي ما قلنا لحضراتكم دي المرة 20 لبطولة كأس السوبر المصري، والنادي الأهلي يحقق اللقب للمرة 13 في تاريخه يا كابتن بلال. 13 وتهنئة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، تهنئة للعيبة وتهنئة لجماهير النادي الأهلي وتهنئة لدولة الإمارات الشقيقة. يعني ما لا شك فيه طبعا يعني كابتن أيمن ان احنا يعني احنا بشكل عام بنبقى سعداء ان المباريات بتاعتنا بتتلعب على يعني في دوله الامارات، يعني ناس اشقائنا العرب، ناس محترمين، ناس بيحبونا، في بيننا وبينهم حب واحترام وتقدير طبعا. ملاعب الامارات وشها حلو على النادي الاهلي بشكل عام. الحمد لله النهارده كانت مباراه السوبر او طلعت عيننا شويه، بس الحمد لله برضو يعني كسبنا. يعني انجاز يحسب لكابتن خطيب ومجلس ادارته، يحسب للعيبه النادي الاهلي، يحسب لكل من ينتمي طبعا لمنظومه النادي الاهلي. تاريخ كبير يا كابتن ايمن. فين الصوره بتاعت التاريخ الكبير ده؟ استنى يا كابتن بعد اذنك. يعني حاضر، السيلفي قصدك؟ يعني انا هاخد مكان اسامه حسني. على فكره انا صاحب المشهوره، صاحب الفكره من الاول، بس عشان كان اسامه لا اسامه ظهرنا فخليه. طيب خلاص ماشي، هاخد صوره سيلفي. اتفضل يا كابتن. صوره في ناس البطوله، في ناس بتتصل بيا عشان تبارك، بس يعني ايه معلش ما ترد عليهم بالمره. ايه والله انا جاي لي مباركات. انت عارف مين يا كابتن؟ من مش عايز اقول يا كابتن، جميع انحاء العالم. من جميع انحاء العالم صحيح. ناخد سيلفي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هتطلعنا طلع نفسك. كابتن ناخد فيديو. كابتن كابتن يلا علامه الله العظيم اهو، ناخد فيديو. هضرب فيديو كابتن اهو. علامه النصر. كابتن اسامه فين؟ علامه النصر. انا اهو. طيب ايه مش جايبني ولا ايه؟ كابتن اسامه انت مش جايبه. اسامه مش جايبه. اسامه ركز علينا احنا. كابتن اسامه كابتن اسامه كابتن اسامه اهو اهو. استنى والله العظيم خد اسامه لوحده. خد اسامه لوحده. انت طالع معانا اول واحد. اهو يا كابتن والله العظيم. اهو ركز معايا. ده اول كابتن. اهو يا كابتن. ايمن وانا. اهو يا كابتن. انا فلو. انا فلو. اهو نقطة ومن أول
كده تمام. الله يبارك فيك. مبروك فرحه اهو بعد الصوره دي. ثانيه واحده عايز اخد الكابتن اسامه الصوره لوحدك على الوداد بعد اسامه اهو. نقول مرة تانية بيان أو برقية الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويهنئ لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالسوبر. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة 13، وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة. وأكد رئيس النادي الأهلي على تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي من جهد وتركيز لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة الأهلي في كل المحافل. وقال أن الحصول على بطولة السوبر خطوة في مشوار طويل هذا الموسم يحتاج إلى تكاتف مستمر وجهد مضاعف لتحقيق كل الأهداف على كافة المستويات. كما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية الخالصة إلى دولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها مباراة السوبر وخروجها بشكل أكثر من رائع كالعادة، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والإماراتي. كما إن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على ملاعب الإمارات الشقيقة أمر يسعد كل المصريين ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما أواصر راسخة. ما زلنا بنعيش أجواء الفرحة مع لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني. تعالوا نروح نشوف كابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي قال إيه بعد الفوز. بطولة ورا بطولة. الحمد لله طبعا مبروك لجمهور النادي الأهلي. بطولة بالنسبة لنا كبيرة. زي ما أنت قلت متعطشين لكل بطولة مشارك فيها عشان نسعد جمهور النادي الأهلي. يعني أعتقد النهاردة الحمد لله بطولة كبيرة تضاف لرصيد بطولات النادي الأهلي. جمهور الحمد لله النهارده اعتقد ان احنا ساعدناهم الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل بالنسبه لنا اكتر واكتر سواء بطوله افريقيا بقى والدوري او الكاس الجديد. فالحمد لله النتيجه جميله ويوم حلو ان شاء الله نقدر نبني بيه على اللي جاي ان شاء الله. شفنا النهارده كابتن سامي قمصان وحسين الشحات برده وهو نازل كنت واقف معاه بتكلمه وشفنا يعني شفنا حماسه كنت بتكلمه وبتحمسه. ماشي ده دورنا يعني ده دور كل الجهاز مش انا لوحدي بس. يعني لعيبة النادي الأهلي لعيبة رجالة ولعيبة مجتهدة جدا، لعيبة بتخلص، لعيبة بتعمل أقصى جهد ليها عشان تسعد جمهور النادي الأهلي. فبشكرهم طبعا على الروح ديت والأداء دوت ومزيد إن شاء الله من البطولات. طبعا في آخر الماتش كلنا قلبنا واقف بس الحمد لله رب العالمين كرم ربنا كبير ومتولي الحمد لله زي الفل. الحمد لله طبعا يعني كانت هتبقى حاجة صعبة جدا بالنسبة لنا، موقف صعب جدا بالنسبة لنا يعني، لكن الحمد لله ربنا سترها عليه ونتمنى له إن شاء الله الشفاء إن شاء الله. عظم الجمهور النادي الأهلي في مدرجات النهاردة، لازم نتكلم عنه. طبعا هو ده العامل الفاصل يعني، والحاجة اللي بتدي اللعيبة دوافع كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا يعني، جمهور كبير وجمهور عظيم دايما في ظهرنا في أي مكان بروح فيه في العالم يعني، فبشكره أتمنى إن احنا نقدر نساعده كمان وكمان إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا حبيبي. كابتن شريف واضح طبعا الفرحة على جميع الوجوه. لكن اللي عايز اقوله ان انت في خلال اقل من شهر خلال 25 يوم بالظبط تفوق مستر كولر على باتشيكو للمره الثانيه. اولانيه كانت نهائي كاس مصر النادي الاهلي فاز 2-1، والنهارده في كاس السوبر النادي الاهلي فاز 1-0. انك توصل مع الاهلي في نهائي بالنسبه لك ده عيد وانجاز، والعيد الاكبر ان النادي الاهلي هو اللي بيفوز بالبطولات لان هي الجماهيريه الاكبر والشعبيه الاكبر. لازم الدنيا كلها تعرف ان النجاح ما بيجيش من فراغ كده او ما بيجيش صدفه يعني. ريال مدريد مش ناجح بالشكل ده صدفه يعني. مانشستر سيتي السنه دي مش صدفه. الناس بتشتغل بتجيب لعيبه عندهم هدف، عندهم دوافع، عندهم جماهير عريضه كبيره جدا بتطالب ببطولات وبتطالب بالاحقيه في الرياده كلها وانها تبقى في المركز الاول. انك تبقى رقم واحد ده ليه ثمن كبير جدا. صحيح. انك تحاول انك تكسب
او تاخد بطوله حق مشروع. خلي بالك الوصول للصداره صعب، ولكن الاصعب تحافظ عليها، انك تحافظ عليها، تحافظ على الصداره. دي لا يا كابتن بجد انا دي يعني حاجات مقصوره يعني. انت بتحرك مشاريع. هم وصلوا للصداره كابتن، المشاعر بس هو اثرت فيها. هم وصلوا للصداره. هو مين؟ هم بتتكلم علينا احنا؟ لا انت بتقول وصلوا للصداره. لا لا بتكلم عن النادي الاهلي. انت بتتكلم عن هو عايز نحافظ على الصداره. الحفاظ على النجاح بيبقى اصعب من النجاح نفسه. الله. الحاجات دي بتأثر فيك نفسيا. لا يعني حمدي خلينا بتخليني انا كمان ابدع في في الالقاء. انا اتابع الشرنوبي. ابدع ابدع اتابع الايجيبشن سوبر كاب. حمدي الشرنوبي سوبر كاب النهارده بيضاف للمره 13 ف من 20 بطوله على فكره. هو بص ما هو انت ما عندناش تخيل تاني. انت لا تتخيل اي سيناريو تاني غير ده. والسبب الناس العظيمه اللي انت شفتها النهارده اذا كانت موجوده هنا في مصر او موجوده في الامارات او موجوده في اي حته في العالم يعني. الدنيا كلها بتتفرج عليك النهارده. صحيح. مع اختلاف المدن واختلاف الاماكن. فانا لما تيجي تسالني النهارده قبل الماتش انا خايف من ماتش اليونان وخايف من ماتش الدنمارك. خايف يعني ايه خايف؟ يعني الان على نجاحي، الان على البطوله اللي هي في ايدي النهارده ان انا اضيفها للجماهير واضيفها للدولاب بتاعي. الانجازات دي مش هتيجي تاني وتالت ورابع بسهوله كده. بالتعب وبالاداره وازاي احنا بننجح وبنمشي على نفس النهج، على نفس السيناريو، على نفس المبدا، على نفس الدستور. احنا بقى دستور يا كابتن ايمن. صحيح. ده النهارده لازم تعرفه، الاهلي ده دستور. الدستور ده ثلاث ورقات. ناس تقول مبادئ، اخلاق كويس، قمة في كل شيء، إدارة في كل شيء. كل واحد بيسمي النجاح بالعطاء اللي هو عمله. فتطوير يعني انت كل يوم بتلاقي حاجة بتضاف. الإضافة الجميلة النسر بتاعك هو على كل مكان في الأندية بتاعتك فخر. الرموز بتاعتك ما شاء الله ما حدش كلهم زي بيوصلوا بعض. ما حدش من اول 1907 لحد النهارده الناس كلها بتشوف النجاح اللي قبله والناس كانت بتشتغل ازاي بنفس الشخصيه بنفس الهدوء بنفس الاحترام للاسم والكيان الكبير. احنا نقدر نفضل نتكلم على النادي الاهلي كده على طول ونبدع ونشكر ونتباهى وكل حاجه، ولكن هي كلمه واحده، النجاح مفيش احسن منه في الحياه. النجاح هو اللي بيخلينا قاعدين دلوقتي بنتكلم. احنا لو كان لا قدر الله حصل حاجه كنا هنقول كلمتين ومبروك الفرقه اللي كسبت، انما النجاح الناس اللي قعدت في المدرجات دي وتشوف تسليم الميداليه وكل واحد بيتمنى لابنه بيتمنى لحفيده ان هو يشوفه في المكان ده ويشوفه مع الناس دي. عشان كده تلاقي كل الاولاد النهارده الاغاني بتتقطع على صور ايه؟ بنات صغيره الاولاد الصغيره المستقبل. بالظبط. اعتقد ان النادي الاهلي ما اقدرش اقول بعد كلمه اخيره هو مستقبل كل اهلاوي وحلم كل اهلاوي. فمبروك اهلاويه كلكم النهارده وعقبال اللي جاي ان شاء الله، واتمنى ان احنا نبقى في نفس الموقف ده في نهائي بطوله افريقيا ان شاء الله. نروح مره اخرى لملعب محمد بن زايد بالامارات ولقاء مع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي. 120 دقيقه طبعا نشكر اللعيبه اللي تعبت 120 دقيقه مجهود كبير طبعا. الحمد لله والشكر لله وبشكر الجمهور صند عظيمه اجواء حلوه يعني. الحمد لله تاني بطوله مع النادي الاهلي ان شاء الله اللي جاي كله بطولات. تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت مليان روح وبطولات. دي حقيقه يعني دي حقيقه. انا تاني بطوله اخدها في شهر يعني ان شاء الله بقى اللي جاي الثالثه والرابعه ودوري افريقيا ان شاء الله ناخد مركز تاني في كاس عالم. بس تاني ولا ناخد البطوله؟ ناخد التاني وان شاء الله ناخد البطوله يعني طموح جديد يعني باذن الله. بس تقول النهارده كل اللعيبه بقى انا بقول لياسر ابراهيم وعلي لطفي بيضحكوني بس فما سيبوني اركز يا عم. اقول اللعيبه الف سلامه لياسر ابراهيم ويرجع قريب مفتقدينه جدا. صخره في الدفاع بصراحه مفتقدينه بس كان في متولي ومنعم رجوله بصراحه الحمد لله. حبيبي علي علي لطفي طبعا جون عالمي بقى ان شاء الله ياخد جون صغير جاي في الطريق ان شاء الله باذن الله. كابتن علي لطفي احنا على الهوا. كابتن علي احنا على الهوا. ببارك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده. وانت يعني كل يوم بطوله
صح؟ النادي الاهلي هو البطولات كلها. انت بتحسدنا ولا لك؟ الحمد لله طبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك للعيبه، كانوا رجاله النهارده وعلى قد المسؤوليه ادوا بشكل كويس، وكل اللعيبه يعني كلهم على قلب رجل واحد، فببارك لهم وببارك لجمهور النادي الاهلي، وزي ما احنا متعودين هنفرح النهارده وبكره بكتير، ونخش بقى في المعمعه بتاعت افريقيا والدوري ان شاء الله يعني ربنا يكرم. اتخضينا في اخر الماتش بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، انا شفتك بتجري وشفتك وشفت كل اللعيبه، احنا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا. لا موقف صعب جدا والحمد لله عدى على خير، متولي من اللعيبه ان كل اللعيبه اللي موجوده وكل الناس بتحبه، فالموقف لا الموقف صعب، واول مره يعني يحصل لنا موقف زي دوت في الملعب، فالحمد لله يعني ربنا قومه بالسلامه والحمد لله بقى كويس، ويا رب دايما كده ان شاء الله كل اللعيبه بخير وكويسين ان شاء الله. شكرا كابتن. حبيبي كابتن علاء بتقفل النهارده، كابتن شريف لسه مخلص لازم ارجع عليه اروح قال كابتن، ده انا قلت كابتن شريف قال كل اللي عندي ماتش النهارده ماتش وبطولة أضفتها خلصت منها بتقفل وتبص للي جاي. طبيعي طبيعي، وده النادي الأهلي وده أقدر لعيبة النادي الأهلي، إنك البطولة الحمد لله فرحت جمهورك إذا كان في الإمارات أو هنا في مصر، وأنت فرحت كلعيب ومجلس إدارتك، طبعا الناس كلها فرحانة النهارده وأكيد في الشوارع، وأكيد الناس كمان النهارده فرحانة في مصر فرحة كبيرة جدا، لكن هو قدرك ومش قدرك، هو أنت في النادي الأهلي ما فكرش في كده، إن شاء الله يرجعوا بالسلامة، هيفرحوا لحد ما يرجعوا، بعدين هروح نسين البطوله دي تحط في دولاب البطولات الحمد لله وتضاف لرصيدك الكبير قوي، وهتبدا تفكر في القادم. اعتقد ان ماتش الحرس تاجل على ما اعتقد، ما اعرفش اذا كان صدر قرار رسمي، لان في صعوبه انك تلعب، يعني انت المفروض هتسافر يوم 8 او 9 انت هتلعب 12، لا اعتقد استحاله انك تلعب، يعني اعتقد يعني اعتقد هتاجل، انك انت خلاص داخل على ادوار قبل النهائي، حاجه مهمه جدا ايمن، فبقى اكيد الناس اكيد هتساعدك طبعا، لان انت مش بتمثل نفسك، لكن خلاص هتفرح الحمد لله البطوله انتهت، هتبدا تفكر في القادم، والقادم بالنسبه للجماهير ولاعيبه النادي الاهلي واداريين النادي الاهلي وكل واحد بينتمي للنادي الاهلي حاجه مهمه جدا، انت عايز توصل نهائي افريقيا وان شاء الله تفوز بالبطوله، فالتركيز هيبقى اعلى بكتير قوي 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 من اللي انت شايفه ده، اللعيبه الاول مركزه النهارده وعايزه بطوله، اسمها بطوله في الاخر انت عايز تفوز بيها، لكن دي المره 13 فبالنسبه لك رقم، انت عايز البطوله اللي الناس كلها تتهافت عليها، البطوله اللي ما بتفوز بيها بتسمع في افريقيا كلها، في الشرق الاوسط كله، بطوله افريقيا. ده كمان انت بتروح على طريق كاس العالم بالظبط، يعني سيبك من اللي بعدها كمان، لكن هي البطوله نفسها عشان تخططها السنه اللي فاتت بغض النظر كان ايه اللي حصل، لكن ده شغلك الشاغل دلوقتي على فكره، انت الحمد لله في الدوري العام الى حد كبير قوي قطع شوط كبير جدا. صحيح. يمكن حتى اسامه بيقول لك الدوري تقريبا يعني تماما الحمد لله انتهى للنادي الاهلي. كابتن عادل عبد الرحمن ليه راي اخر. لازم في راي ثاني، راي وراي اخر، لكن النهارده الحمد لله ضفت بطوله، زي ما بقول لك ايمن اللعيبه هتفرح وزي ما شفتها كده فرحانين والناس كلها فرحانه الحمد لله. الحمد لله. لكن هتروح قافل على نفسك وهتفكر للمره الثانيه في الاهم. صحيح. الاهم ان شاء الله مباراه الترجي. كل التفكير فيها وكل التركيز فيها، واكيد ان شاء الله المباراه دي الحرس دي هتاجل. لانك لازم تبقى في حاله بدنيه. انت مسافر كمان. بالظبط. مسافر تونس ماشي. بالظبط، لازم في حاله بدنيه وذهنيه كويسه، فما ينفعش ابقى مضغوط، انت بقول لك زي ما بقول لك في مراحل متقدمه اول بطوله، فاكيد ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل لعيبه النادي الاهلي في حته التاجيل دي. باذن الله رب العالمين، نروح مره اخرى لملعب المباراه ولقاء مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حبيبي يا دكروري، مبروك لجمهور الاهلي العظيم ومبروك للعيبه الرجاله كلها، فالحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. النهارده اول ما حسين الشحات قام يسخن المدرجات كلها ولعت. الحمد لله يا حبيبي والله، يعني حب الناس دي حاجه كبيره جدا، فربنا يديمها يا رب دايما، وان شاء الله دايما في تقدم كلنا باذن الله. الحمد لله، يمكن بطولتين ورا بعض، كاس مصر في سوبر، النادي الاهلي دايما بطوله ورا بطوله طبعاً. هي دي الكلمه الرساله عايزين نقولها كل الناس، هو ده اللي الاهلي بيلعب عليه دايما، اللي انت دايما بتلعب على البطولات، دايما انت بتلعب اللي انت تكسب، دايما تكسب بطولات، اي بطوله بتشترك فيها لازم تاخدها، فالحمد لله يعني ديت حتى اللعيبه كلها عارفه بحاجه زي كده، فالحمد لله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله اكتر وقت. النهارده ماتش 120 دقيقه كان ماتش صعب وجامد. طبعا طبعا، انت بتلعب فريق بيراميدز، طبعا فريق كبير، انت كنت لسه كسبانه في الكاس، فهو طبعا كان عايز يعوض، فالحمد لله في الاول والاخر يعني قدرت ان انت تكسب، فدي كانت اهم حاجه يعني.
هدوءك النهارده وانت بتتعامل، كان في شويه شد وجذب في الملعب بس انت هدوءك النهارده قدرت تقضي على الخطوره خالص. فاحنا طب كان ليك النهارده دور دفاعي وهجومي، يمكن الناس اللي تفهم كره تفهم ده. والله طبعا الحمد لله على راي كابتن سيد، خليك بارد وهادي. فطبعا لا يعني انا بهزر طبعا، يعني دايما انت لازم تبقى خليك طبعا يعني هادي كده ومركز في الملعب وتركز في اللعبه، فدي اهم حاجه يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، مش انا بس كلنا، فديت اللي فرقت معانا جدا يعني الحمد لله. اهدي البطوله النهارده لمين؟ والله طبعا يعني بديها لوالدي الله يرحمه، يعني يا ربنا يرحمه رب ان شاء الله، وربنا يجعله في الجنه باذن الله. ف بقول له وحشتني طبعا، وربنا يرحمك طبعا، وبهديها طبعا لوالدتي، وبهديها لزوجتي، وبهديها لاولادي احمد واسر وتيم واخويا محمد واخواتي طبعا كلهم، فبقول لهم ربنا يخليكم ليا. فالحمد لله طبعا وادي اهو. عشان الشحات بس الناس لازم تبقى عارفه كويس في كل حته هنا طبعا، عشان كنت بتلعب فيها قبل كده، كل الامارات بتحبك، والنهارده بان في الملعب مع كل جمهور النادي الاهلي. والله طبعا الحمد لله طبعا، يعني الامارات انا قلت قبل كده الامارات بلد التاني، البلد اللي انا ما بحسش بغربه فيها، سواء اما باجي اما كنت بلعب، سواء او ما باجي دلوقتي هم بلعب مع النادي الاهلي، او ما باجي حتى انا وزوجتي واولادي ما باجي اخرج هنا، ما بحسش ان انا غريب او بحسش ان انا مثلا بعيد عن مصر، لا بالعكس انا بحس ان انا من الامارات هنا. فالحمد لله طبعا يعني شكرا شعب الامارات، شكرا جمهور الامارات، شكرا انكم دايما يعني بتستضيفوا المصريين، فيعني ربنا يخليكم يا رب، ودايما ان شاء الله حب مع بعض، حب في حب زي ما بيقولوا يعني. الف مبروك يا كابتن. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي. الروح كابتن مسامة القادم اصعب ولكنه افضل ان شاء الله مع النادي الاهلي. طبيعي يعني النادي الاهلي يعني بيكسب بطوله بيقفل الملف على طول زي ما بيقولوا. طب اكيد اللعيبه هتفرح النهارده، كل الناس هتبقى مبسوطه، ممكن يدي يوم اجازه مستر كولر ما اعرفش طبعا حسب ما هو بيقرر، لكن هتستعد على طول لبطوله اخرى مهمه جدا. الماتش امتى؟ النادي الاهلي خسرها السنه اللي فاتت 12 ان شاء الله. النادي الاهلي خسرها السنه اللي فاتت في النهائي، فرصه بقت قاب قوسين او ادنى من البطوله ان شاء الله. طبعا ماتشين الاول نفكر فيهم الترجي اللي هم قبل النهائي، هم دول الاهم دلوقتي، وكمان تحديدا المباراه الاولى هناك، تحديدا المباراه الاولى هناك اهم كمان من المباراه الثانيه. انت بتفكر في ال 90 دقيقه الاولانيين ازاي هتتصرف فيهم بحيث انك قدرت تكسب تعمل نتيجة إيجابية عشان تسهل على نفسك الأمور في القاهرة، يعني هتحاول تطلع بأفضل نتيجة مناسبة ليك. فده قدرنا، وكل يعني النادي الأهلي من ساعة ما أنشئ والبطولات كمان سنة عن سنة بتكتر، معروف كده يعني، في أيام كتيرة وكلنا عشناها ما كناش بنفرح باللقب، يعني يا دوب تاخد دوري مثلا ما بتاخد صوره كده ولا اي حاجه وما تحتفلش، يقول لك تاني يوم عندك ماتش مثلا في الكاس او في افريقيا او في نفكر في اللي جاي، فكر في اللي جاي، ده دي المقوله اللي عشناها كلنا. صحيح. فده قدر لعيبه النادي الاهلي، مبروك ليهم جدا النهارده وعلى الجهد اللي بذلوه، واسعدوا جماهيرهم كلها في كل مكان، وان شاء الله اللي جاي في مباراه الترجي مهم جدا عشان ترجع للقب الافريقي تاني باذن الله اللي انت خسرته في النهائي السنه اللي فاتت باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع مره تانيه لملعب محمد بن زايد ولقاء مع رجل المباراه اليوم محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. لا طبعا مبروك للاعيبه اهم شيء، ومبروك للجمهور اللي كان موجود النهارده، ومبروك للجهاز الفني والاداره، ده اهم حاجه. احنا النهارده كسبنا كنادي الاهلي، وبنخسر بنقول النادي الاهلي خسر، ما فيش حد سبب في مكسب او سبب في خساره، احنا كلنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، ده اهم حاجه عندنا، هو ده شغل في الملعب، واهم حاجه ركز في الملعب ما تركزش في حاجه تاني، ده اهم حاجه، واللعيبه ماشيه على الاساس ده، وان شاء الله نفكر في اللي جاي، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله. واهم حاجه النهارده الجمهور ما روحش زعلان، اهم حاجه ان هو يكون روح فرحان، وكان ضغط علينا بشكل كبير ان جمهور مليان الملعب. بالنسبه لنا احنا نرجع مبسوطين وناخد بطوله، دي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، والنهارده نفرح ان شاء الله نفكر في اللي جاي. الناس كلها النهارده شافت كابتن شناوي كان بعد الماتش طبعا عشان كابتن متولي، احنا شفنا كلنا انت كنت في حاله يعني بجد قائد واخ لكل اللعيبه. اكيد اي حد في المكان هيعمل اكتر مني،
بس متولي وقع وانا ما كنتش عارف اعمل له حاجه طبعا، بس الحمد لله اول حاجه اطمنت عليه ان ما بلعش لسانه، ده اهم حاجه، بس هو كان مغمى عليه، بس الناس ما الحكم صفر الناس ما خدتش بالها، عشان كده الناس كلها جت والحمد لله ان هو قام بالسلامه. واي حد متولي، اي حد في الفرقه من اصغر من لعيب لاكبر لعيب، ده اهم حاجه، اهم حاجه سلامتنا، واهم حاجه يطلع بشكل كويس، صحتهم كويسه، ده اهم حاجه. وبقول له الحمد لله على السلامه، وبقول للفرقه مبروك، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. كلمه لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان في مدرجات النهارده، الاستاد كان متقفل. اكيد طبعا هو بالنسبه لنا رقم واحد، بالنسبه لنا هو على طول في ظهرنا، على طول مساندنا، عشان كده احنا النهارده كنا بالنسبه لنا ان احنا نطلع بالبطوله دي عشان الجمهور ده ما يرجعش زعلان ويرجع فرحان. ده بالنسبه لنا اللي احنا بنفكر فيه، بنفكر في الماتشات ونركز في 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 الماتشات عشان الجمهور ده يطلع على طول مبسوط، واللعيبه عارفه قيمه الجمهور عامل ازاي، وكلهم عارفين وهم قد المسؤوليه، هم رجاله وبيبانوا على طول في وقت الاوقات الصعبه، وانت شايف يعني الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل ونركز على اكتر. نفرح النهارده ومن بكره بنستعد لدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله نفرح النهارده ونفكر ان شاء الله من بكره كده على افريقيا ان شاء الله. شكرا. شكرا. كابتن بلال، يمكن الصوره جت معانا مع على اثنين من نجوم ماتش النهارده، كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي ومستر كولر اللي ادار المباراه بكفاءه عاليه جدا جدا، زي ما قال الكابتن علاء، هو في توفيق، نسبه توفيق، بس زي ما قال برضو التوفيق ما بيروحش غير للمجتهد. المجتهد النادي الاهلي طبعا، الافضل للنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، صاحب الجماهيريه العريضه والكبيره للنادي الاهلي، الجمهور اللي كان متواجد في الملعب ومالي الاستاد هو جمهور النادي الاهلي، الهتافات والتشجيع والحماس، هتافات وتشجيع وحماس جمهور النادي الاهلي، فبالتالي كان طبيعي ان المكسب يكون لصالح النادي الاهلي، ده طبيعي جدا. الشناوي يعني مان اوف ذا ماتش، يعني من وجهه نظري الشخصيه النهارده سوبر ستار الحقيقه. مزبوط. يعني لو هتديله هتقيمه النهارده تديله 10 من 10، يعني مش هتنقصه حتى نص. يعني دي واحده، يعني بص يا كابتن في الكوره فين دي في السكس يارد، لا 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 لا، ريفلكس غير عادي يعني. طب احنا قلنا بعد الجول ده، بعد الكوره دي، الماتش ده بتاعنا، انا قلت لك كلنا قلنا كده. والله الحمد، ودي كمان دي كمان طالع وقفل كويس قوي زي بتقول هاند بول كده، بالظبط بالظبط. فلا الشناوي النهارده تقدير امتياز الحقيقه، وجهه نظر شخصيه النهارده حقيقي كان قائد، قائد عظيم داخل الملعب، اداء رائع جدا، رجوله، تركيز غير عادي. خد بالك انت برضو حارس المرمى ده تركيز، يعني طبعا. يعني 99% تركيز، انت طول المباراه يعني لازم تبقى مركز، لازم تبقى يعني طول الوقت حاضر، ذهنك حاضر طول الوقت في الجيم، بتقرا كويس. النهارده الشناوي مش بس مركز تحت الثلاث خشبات، لا ده بيقرا كمان الكرات الطويله، الكرات العاليه، الكرات العرضيه، مريح المدافعين من الكرات العرضيه في اوقات كتيره جدا جدا جدا. فالنهارده الحقيقه من وجهه نظر الشخصيه الشناوي سبب مهم جدا ورئيسي في مكسب النادي الاهلي النهارده وخروج شباكه النظيفه بشكل كبير. مستر كولر طبعا مبروك مستر كولر، البطوله الثالثه مع النادي الاهلي، وانا ان شاء الله البطوله الرابعه، يعني قاب قوسين او ادنى بطوله الدوري. اعتقد العام ان النادي الاهلي يا كابتن بلال، يمكن برضو انت نوهت عن حاجه، طبعا كلنا كنا في فتره من الفترات كنا بنعيب على مدافعي النادي الاهلي وان هم دائما ما يتلقوا اهداف، ولكن الفتره دي تنظيم دفاعي هايل، تركيز كبير جدا 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 من الشناوي وخط الدفاع وخط الوسط، ويمكن اعتقد دي المباراه الثامنه او التاسعه اللي شباك النادي الاهلي نظيفه اعتقد يا كابتن. تعالوا نعيش برضو اجواء الفرحه مع اعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر مع الزميله روزان نصر. بيك طبعا، وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا، الفوز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز، يعني بنتيجه طبعا هدف مقابل لا شيء. حاليا معايا اعضاء فرع مدينه نصر علشان طبعا اشوف ارائهم في المباراه. يعني خليني اقول لك الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي النهارده باداء طبعا كبيره جدا. خليني اسالك ايه رايك؟ مبروك للجماهير العظيمه
يعني جماهير الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره وحبيبنا كلنا الكابتن محمود الخطيب، ومبروك للعيبه الرجاله، ومبروك لكل الجهاز الفني، ومبروك لكل الاهلاويه، كل الاهلاويه الف الف مبروك. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، وهي دي الروح. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي النهارده، فوز يعني قوي جدا على حساب بيراميدز في السوبر المصري. يعني خليني اسال حضرتك، شايف المباراه ازاي؟ شفتها ازاي؟ وتحب تقول ايه طبعا لكل يعني لعيبه النادي الاهلي؟ لعيبه النادي الاهلي رجاله، كلهم رجاله، وشابوه الشناوي النهارده مسيطرين على الشوط الاولاني، الشوط الثاني والثالث الحمد لله مسيطرين، والف شكر لجميع النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكابتن الخطيب، وشكر خاص لباتشيكو وش ساعد على النادي الاهلي. بطوله السوبر القاضيه ممكن، وبطوله كاس مصر، والنهارده السوبر المصري. شكرا باتشيكو وش ساعد على النادي الاهلي، والف مبروك لجميع النادي الاهلي، وشكرا لعيبه النادي الاهلي. وبعد نفرح النهارده وان شاء الله افريقيا يا اهلي. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك. الف مبروك طبعا، الف مبروك للنادي الاهلي. خلينا اسالك، شايفه مين يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ انت كمان وشك حلو قوي، وشك حلو قوي، انت كنت قاعده قدامي، بس انا مبسوطه قوي قوي للاهلي. الف مبروك، الف مبروك للخطيب وكهربا. كابتن ايمن، اكيد يعني طبعا شايف كل الاعضاء في كل مكان بيحتفلوا بفوز النادي الاهلي. الف مبروك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك. يعني بطوله مهمه جدا وغاليه علينا كلنا. عوده ليك مره ثانيه كابتن ايمن الاستوديو. وزلنا بنعيش اجواء الفرحه مع نجومنا الكبار. تعالوا بقى نروح نشوف ياسر ابراهيم وقال ايه بعد المباراه. الحمد لله طبعا على نعمه ربنا، طبعا بشكر ربنا واحمد بفضله. بطوله مهمه طبعا تضاف للسي في بتاعنا وتتحط في دولاب النادي الاهلي. طبعا الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله وعلى قلب راجل واحد، مش فارقه مين يقعد مين يلعب، من في الملعب من بره، حبيبي يا كندوسي، مين في الملعب مين بره. الحمد لله يعني احنا كلنا دايما مع بعض كده، هي دي روح الفريق ودي اللي بيجيب البطولات. اللعيبه كلها اخوات واصحاب ومتربيين مع بعض من صغرنا، فالحمد لله ان ربنا بيوفقنا في البطولات ديت، وباذن الله نركز في اللي جاي. يعني ده نفرح النهارده وننبسط ونقفل ونركز في افريقيا ان شاء الله. الناس ما تعرفش معلومه، ياسر ابراهيم لما بيخلص اي ماتش، احنا بنشوف معاك في السفرات وكده، بتبقى قاعد في الطياره فاتح الماتش وبتتفرج، وبتحب تشوف انت ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط اللي انت عملتها. يمكن لازم نوضح للناس الموضوع ده، كمان فخري بيقول لك عشان ما فيش نت. لا ازاي، ما احنا بنبقى محملينه. طبعا لازم تتفرج على الايجابيات وعلى السلبيات وتطور وتحسن من الايجابيات بتاعتك، والسلبيات بتاعتك برضو تشتغل عليها وتحسنها وتطورها. لا مش معايا، هي دي لازم تطور من نفسك. كابتن خالد طبعا النهارده صاحب الاسيست بتاع البنالتي، مبروك يا كابتن خالد على الاسيست اللي انت عملته الكهرباء للبنالتي، مبروك يا كابتن، ماتش كبير. اخويا خالد ده انا اللي مربيه، كان بيلعب معايا في سموحه لسه. هو لسه ناشئ. انت هتيجي كده؟ فلا الحمد لله طبعا مبروك، ببارك لجمهور النادي الاهلي، وببارك للعيبه كلها الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره والعمال كلهم والجهاز الطبي، بقول لهم مبروك باذن الله ومزيد من البطولات. ببارك لمتولي بقى. لا متولي ده خضنا عليه بصراحه، يعني الواحد نازل مبسوط، الفرحه راحت شويه، كنا مخضوضين عليه جدا. طبعا طبعا، بس لا ده 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 اخ يعني، فربنا يا رب يطمنا عليه وبقى كويس الحمد لله يعني اهو، وان شاء الله ربنا يكرمنا مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله. الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم. والله الف مبروك على الفوز النهارده والاداء. احنا جايين من مصر عارفين قدامنا هدف واحد وجايين نحققه، عندنا كلنا رغبه ان احنا ناخد البطوله دي. دي البطوله رقم 8 بالنسبه لي، مع ان انا ما بشاركش كتير في الماتشات، ما بشاركش بصفه مستمره. فالحمد لله النهارده وان شاء الله بنوعد الجمهور ان شاء الله بافريقيا والدوري ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله، ونشكر بزاف اللعيبه، ونشكر بزاف الجمهور اللي كان واقف معنا في المباراة 120 دقيقة كان واقف معنا، والحمد لله، وان شاء الله ما تكونش هذه اخر بطولة ليا، وان شاء الله نحقق كثير من الاهلي ان شاء الله. شفت جمهور النادي الاهلي النهارده ازاي في الامارات؟ احنا مش في مصر في الامارات، بس شفت الجمهور ازاي والمدرجات المتقفلة كلها؟ الجمهور ما يهمهمش الامارات واي بلد، يعني جمهور يحب الفريق، يعني لو نروح روسيا راح يروح معنا روسيا اكيد. احنا ما عندناش ظن في الجمهور، والحمد لله اليوم كان الملعب كله تحس انك في مصر، والحمد لله هما كانوا معنا طول المباراه، وان شاء الله يبقوا معنا حتى نهايه الموسم ان شاء الله.
النهارده هنفرح، بكره نستعد لدوري ابطال افريقيا ومباراه الترجي. اكيد ان شاء الله اليوم راح نفرح، بكره ان شاء الله نطوي الورقه تاع السوبر، وفكر في مباراه تاع الذهب تاع الترجي، ان شاء الله نعمل بطوله شيء كويس ان شاء الله. هو كهربا كان بيقول لك ايه هناك؟ ايه كهربا الحمد لله والحمد لله. لازم اعرف كان بيقول لك ايه؟ نقول على العربيه. يقول لي سواء. شكرا. توك توك ولا عربي؟ توك توك. توك توك. الحمد لله طبعا والله، يعني الواحد فرحان جدا جدا ان هو بيشارك في مكسب زي ده وبطوله تدخل النادي. يعني الواحد فخور ان هو اسمه بيتكتب، ان هو كان سبب لو حتى جزء صغير ان هو يجيب بطوله للنادي ده، فالنادي ده خيره علينا يعني. فالحمد لله الواحد فرحته ما تتوصفش يعني، واللعيبه رجاله يعني فوق الوصف بصراحه. الجيل ده جيل محترم جدا جدا يعني، الحمد لله بقى لنا كذا سنه مع بعض، وكمان اللعيبه اللي طالعه كلهم لعيبه كويسه جدا وهيضيفوا للنادي الفتره الجايه. الحمد لله بطوله مهمه في وقت مهم جدا، وان شاء الله نكمل بقى على نفس المستوى ده باذن الله. شفت النهارده ازاي المباراه؟ المباراه كانت صعبه 120 دقيقه. طبعا ما يعني الماتشات الكاس دي دايما بتبقى يعني انت مش عارف ان انت تاخد ريسك كتير، عشان مش عايز ان انت تخسر او كده. بس زي ما قلت لك يعني الحمد لله اللعيبه الموجوده كلهم معظمهم يعني كلنا الحمد لله بقى في خبرات كتير، لعبت ماتشات زي دي كتير في نفس المجموعه، الحمد لله بنتفوق وبنكسب وبنجيب البطولات الحمد لله. فزي ما قلت لك اللعيبه دي بشكرها كلها، والجمهور حاجه فظيعه يعني، جمهور مليان في الاستاد الحمد لله. كمان في مصر الموضوع بقى كده، فده كان فول النهارده، كان مدرج بتقفل على اخره، الناس اللي قالت مدرجات مش مليان النهارده 32,000. لا الاستاد متقفل وكله احمر يعني، الاستاد كله احمر، فدي حاجه بتخليك تلعب وانت مطمن، في ناس حواليك، في ناس في ظهرك. وكمان زي ما قلت لك في مصر كمان الموضوع بقى كويس جدا، انت في مصر الاستاد كله متقفل، ف يعني من احلى الحاجات ان لعيب كوره يلعب في اجواء زي دي يعني. فالحمد لله ان شاء الله دايما تبقى كده باذن الله. كلمه اخيره بقى، ان هو النهارده متولي لما وقع وشفنا خضتكم كلها. والله الواحد يعني قلبه كان يعني الموضوع كان صعب يعني، اتخطفت خطفه غريبه يعني، خفت جدا جدا عليه، يعني الموضوع كان خضة ان انت كسبت والحكم صفر، ومرة واحدة لقيت صاحبك كده، فموضوع كان صعب يعني. الحمد لله ربنا قومه منها على خير، وربنا يقومه بالسلامة ان شاء الله، وما يبقاش في اي حاجة ان شاء الله. دايما محمد هاني بيثبت لكل الناس انه جدير بفانيلة النادي الاهلي، فبنبارك لك والف الف مبروك لك حبيبي. ربنا يخليك، شكرا حبيبي. شوف يا هاني، عجبني قوي روح لعيبة النادي الاهلي يعني، سواء في المكسب او لا قدر الله في الحاجات الصعبه يعني اللي بنمر بيها يعني، الجميع على قلب رجل واحد يعني، المجموعه كلها اللي ما بيلعبش وبيلعب واحد مكانه بيكلم عليه كويس، بيتمنى له التوفيق، بيتمنى له ان هو يبقى افضل، يبقى مع انه بيلعب في نفس المكان. شفنا ياسر ابراهيم بيتكلم ازاي على محمود متولي، شفنا محمد هاني بيتكلم ازاي، كل اللعيبه. علشان كده منظومه الاهلي مختلفة عن أي منظومة. تعالوا نروح نشوف أجواء الفرحة ونعيشها سوا مع أعضاء أهلي الشيخ زايد والزميلة مريم سميح. برحب بيك مرة تانية يا كابتن أيمن، برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وطبعا يعني التحية موصولة لكل طبعا كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. ألف ألف مبروك النادي الأهلي بطلا للسوبر المصري بعد التغلب على بيراميدز بنتيجة 1-0 طبعا من ضربة جزاء لنجمنا نجم النادي الأهلي علي معلول. طبعا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد فرحة كبيرة يعني بتعم على جماهير النادي الأهلي من داخل الفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. قول لنا بقى النهارده ايه رايك في المباراه؟ مباراه صعبه جدا، قويه جدا، غير ما توقعناها الحقيقه. رايك ايه النهارده؟ مدرسه يعني سويسريه ومدرسه برتغاليه ما بين كولر وباتشيكو، تقول ايه عن مباراه اليوم؟ الف مبروك علينا السوبر، والف مبروك على كل جماهير النادي ولكل النادي كله. بس بصراحه مدير فني رائع جدا، دار المباراه
تكتيكيا جامد في الاول، ما كانش مستعجل على الكوره وهدي، وكانت اللعيبه بتلعب براحتها خالص، وكانت كل اللعيبه بصراحه بتلعب برجوله، كل اللعيبه كانت بتلعب واثقه في نفسها وما فيش اي توتر، ولعيبه بجد لعبت لعب مباراه رائعه برجوله كامله، والحمد لله قدرنا نحقق الفوز، وان شاء الله ان شاء الله الابطال افريقيا بتاعتنا ان شاء الله، واللي ما جاش نقول له وداع بقى والف مبروك علينا كاس السوبر ان شاء الله. تقول ايه النهارده؟ كنت متوقع ان احنا نروح لاكسترا تايم في المباراه، ولا كنت متخيل ان النادي الاهلي يعني يموت المباراه من الاول والشوط الاولاني او الثاني رئيسيا؟ والله هو الماتش كان معقد، يعني كان الفريق الاهلي بيلعب بتكتيك معين وفريق بيراميدز بتكتيك معين، فكان الماتش معقد ما كانش مفتوح، فكان المتوقع ان احنا نروح اكسترا تايم، بس صراحه الشناوي النهارده تالق معانا ولعب معانا باداء رجولي صراحه، انا يعني اداؤه يعني كان الفتره الاوليه ما كانش قد كده، فالحمد لله النهارده المباراه كانت كويسه جدا 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 باداء الشناوي، اداء اللعبة كلها ان شاء الله كان اداء كويس جدا، وان شاء الله السوبر والدوري ان شاء الله عندنا ان شاء الله السنه دي. شايف ازاي النهارده التشكيل اللي وضعه مستر مارسيل كولر للمباراه، خاصه ان احنا ضيعنا فرص كتير جدا، كنا قادرين ان احنا ننهي المباراه من الاول، لعبنا الحقيقه لعب كبير جدا واللعيبه كانت على قد المسؤوليه، رايك ايه النهارده في تكتيك طبعا كولر في المباراه؟ التكتيك كان كويس جدا والتشكيل كان مفاجئ، انا كنت متوقع ان كهربا يبدا المباراه، بدا بالقندوسي وما كانش هايب الموقف خالص، بالعكس كنت حاسس ان هو بيلعب مع الاهلي من مده كبيره يعني. الحقيقه الماتش كان بأيد بعض الناس اللي كانت موجوده، الماتش ما كانش سهل، بيراميدز كان عنده طموح ان هو ياخد بطوله لاول مره في حياته، واعتقد مش يعني ان شاء الله احنا نتمنى لكل الفرق المصريه يعني ان شاء الله تأدي كويس ويبقى ليها سمعه، لكن طبعا النزعه الهجوميه والخطه والتكتيك اللعبي التوازن اللعبي الحقيقه كان اكثر من رائع، بطوله جديده بتضاف لدولاب النادي الاهلي، والف الف مبروك لحضرتك يا كابتن ايمن والنجوم الموجودين، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الاداره والجمهور الكبير اللي جوه النادي وبره النادي، فرحه عارمه بصراحه بمنتهى الامانه، وفوز له طعم خاص، فوز له طعم خاص، كل سنه وانتم طيبين جميعا، والف مبروك لكل الاهلاويه. شايفين النهارده يستحق مان اوف ذا مان؟ طبعا الشناوي، لان هو حارس عالمي وحارس قوي جدا، بيدي فريق الاسبقيه للبطوله. النهارده عايزين نقول الاهلي كان حاضر بقوه، قوه كبيره جدا، الاهلي قادر يسعدك، الاهلي قادر يفرحك، فضل الله قاعدين مطمنين على الاهلي بقى خلاص، دكه قويه وفريق قوي، المدرسه السويسريه النهارده تكسب، وبنقول لفريق بيراميدز وجودك النهارده في المباراه اداها قوه، ادى وجود بيراميدز النهارده في السوبر خلانا اتفرجنا على احلى سوبر اتلعب في ال 20 سوبر اللي اتلعبوا. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله افريقيا يا اهلي، احنا نادي الاهلي نادي كبير خلاص، البطوله بنقفل صفحتها في ساعتها ونفتح الصفحه الجديده، قول افريقيا يا اهلي. مبروك لمجلس الاداره بقياده الكابتن الكبير محمود الخطيب، بنحبه كاعضاء النادي، ومبروك للاعبتنا النهارده، مبروك للمدير الفني، مبروك لجمهور النادي الاهلي. رساله توجهها لرجاله النادي الاهلي النهارده بعد الفوز على بيراميدز، الحقيقه فوز مستحق، عملوا مباراه كبيره جدا قدام نادي بيراميدز، رساله توجهها لرجاله النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، احب اوجه التحيه لجميع لاعبي الاهلي النهارده، وخصوصا الكابتن الشناوي اللي ما خلاش ولا سقطه ولا لقطه، واحب ابارك للكابتن محمود الخطيب واقول له اداره ناجحه، اداره ناجحه، اداره ناجحه، وان شاء الله ان شاء الله افريقيا للاهلي، افريقيا للاهلي بامر الله تعالى، واللعيبه قد اللي عليهم بصراحه، لعيبه الاهلي بالاجيال فاتت ما شفناش التواصل مع اللعيبه قوي اكتر من النهارده، وبقول للكهرباء يا كهرباء انت بكهرب الدنيا كلها، والناس كلها زعلانه منك يا كهرباء، انت بكهرب الدنيا كلها. تقول ايه النهارده الكابتن شناوي بعد ما تصدى الحقيقه لثلاث انفرادات حقيقيه خلال المباراه؟ هو مش جديد على الكابتن محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي احسن حارس في مصر، احسن حارس في افريقيا، احسن لاعب في افريقيا مش احسن حارس، بس هو الميزه ان الكابتن مدرب الفريق كولر اتعامل مع المباراه بالذكاء، ان هو استدراجهم للوقت الاضافي، لان عارف انهم مجهدين وجايين من رحله طويله ولاعبين مباراه جامده وجايين من سفر، فطبعا استدراجهم للوقت الاضافي، والوقت الاضافي طبعا الاهلي اللياقه البدنيه فرقت مع يعني التغييرات اللي نزلت في نص الملعب في الفرقه، فكان في فرق باين قوي ان الاهلي عنده استعداد عايز يكسب، النادي الاهلي نازل يكسب، مش نازل يلعب، مش نازل عشان خاطر ما بيلعبش غير على المكسب، واحنا جمهور تعودنا انه يكسب، اي تعادل اي حاجه ما بتحبهاش،
تعودنا نحب المكسب بس. فالف مبروك والف مبروك لمجلس الاداره والجمهور النادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي، ومبروك لمصر كلها المنظر الجميل ده، حاجه تفرح. شكرا لحضرتك. طبعا يا كابتن ايمن زي ما انت تابعت معانا، دي كانت فرحه طبعا جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. شكرا ليك مره ثانيه، العوده ليك مره اخرى، والف مبروك النادي الاهلي بطلا للسوبر المصري. شكرا جزيلا الزميله العزيزه مريم سميح. تعالوا برضو نعيش اجواء الفرحه مره اخرى من ملعب محمد بن زايد ولقاء مع حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي. رحب بيهم طبعا الاول، والحمد لله طبعا بطوله مهمه، ومبروك لجمهور النادي الاهلي والاداره والجمهور واللعيبه الرجاله ديت. وكنا مركزين من اول ما وصلنا ان احنا ناخد البطوله دي، ايا كان كنا هنلاعب مين، بس احنا عندنا هدف واحد والحمد لله حققناه. يعني احنا الماتش كان صعب شويه، لعب فرقه محترمه، بس الحمد لله خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش وخدنا البطوله. النادي الاهلي بطوله ورا بطوله وانجاز ورا انجاز. النهارده بنفرح، كنا راجعين من الرجاء صاعدين لقبل نهائي افريقيا، النهارده بنلعب السوبر، رايحين نلعب الترجي. تقول ايه للناس؟ الناس لازم تعرف احنا فريق النادي الاهلي تقيل قوي. والله بص هي يعني سمات النادي الاهلي كده، انت بتخش من بطوله على بطوله. يعني احنا هنفرح النهارده وبكره وهنقفل بقى عشان ماتش الرجاء، عندنا ماتش مهم قبل نهائي افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله يعني نحققها تاني السنه دي. يعني بعد السنه اللي فاتت لما راحت مننا، ان شاء الله السنه دي بطوله افريقيا تكون في النادي الاهلي تاني، ترجع النادي الاهلي تاني. يعني كلمه بقى الاخيره لكل جمهور النادي الاهلي النهارده اللي كانوا الانسان كان متقفل، بقول لهم مبروك، ويا رب دايما كده نبقى نفرحكم على طول. يعني ان شاء الله الف مبروك. خليك الف مبروك لجماهير النادي الاهلي واللعيبه والجهاز والاداره، وان شاء الله بقول لكم كده ان شاء الله نقدر نفرحكم دايما. اللعيبه والله بتتعب على قد ما بتقدر عشان تفرح الجمهور وتفرح الناس وتجيب بطولات كتير للنادي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. خلاص صفحه السفر اتقفلت، وان شاء الله نفكر في ماتش الترجي، ماتش صعب، وبطوله ديت يعتبر حلم الجماهير الاهلي، بطوله افريقيا ان شاء الله نحققها، وانا واحد من ضمن اللعيبه يعني اللي نفسي اخد افريقيا، وان شاء الله باذن الله ناخدها باذن الله. شفت النهارده جمهور النادي الاهلي ازاي في مدرجات الاستاد متقفل 32,000؟ لا والله بشكرهم جدا وبقول لهم مبروك وشكرا، سندتونا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبشكركم على الدعم ده، ودايما في ظهرنا في كل مكان، في بالرحوف في اي حته. وبنشكر طبعا دولة الامارات على التنظيم الرائع ده، والحمد لله يعني بطوله مهمه ودخلت رقم النادي الاهلي باذن الله. 120 دقيقه الماتش كان صعب شويه. الماتش كان صعب، وفرقه انت لسه واخد منها بطوله من 20 يوم، كان ماتش صعب طبعا، بس انت الاهلي طبعا متعود على المواقف الصعبه دي، الحمد لله قدرنا نرجع بالبطوله الحمد لله. طبعا محمود متولي النهارده خضنا عليه، متولي خضنا عليه جامد. والله اتخضنا عليه جدا طبعا، كلنا يعتبر كنا عيطنا وكنا خايفين عليه جدا، بس الحمد لله ربنا قومه بالسلامه ورجع لنا بخير، وان شاء الله نطمن عليه تاني يعني باذن الله. طب كوكا قاعد ساكت جنبك ليه كده؟ مش عارف، ماسك الموبايل وقاعد عمال. كوكا ده من احسن اللعيبه اللي في نص الملعب، ربنا يكرمه. بقول له كنت لسه بتكلم معاه من شويه، بقول له ربنا يكرمك، ولاعيب كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله المستقبل ليه باذن الله وربنا يكرمه. ثانيه واحده، انت تمسك المايك كده وانت بتتكلم معايا، قول لي انت شايف ايه الايام اللي جايه دي، وشايف ماتش النهارده ايه؟ انا ببارك للعيبه طبعا، وبارك لك انت، وشكرا على كلامك يا مارو. مالو من اللعيبه المحترمه اللي دخل في وسطنا بسرعه وماشي بشكل كويس قوي الفتره اللي فاتت دي، فربنا يكرمه ويكرمنا كلنا ان شاء الله. ومبروك للعيبه والنادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا والدوري باذن الله. حبيبي يا كوكا، حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي الفتره الجايه. وعلي معلول اتنين اهوت بقى يا جماعه، نقول له يعني ربنا يكرمك. وشفت الماتش ازاي؟ يا مارو انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا حبيبي، انت شايل نص الملعب ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك كمان وكمان يا مارو. حبيبي يا حبيبي علي معلول التاني يا جماعه، نجم من نجوم النادي الاهلي الفتره ديت. وزي ما قلت يمكن في المقدمه، كلنا اتفاجئنا بمروان عطيه وبدايته مع النادي الاهلي. يعني اي لعيب بيجي طبعا بيخش على طول في المنظومه وبينصهر مع الفريق كانه ابن من ابناء النادي، ولكن تاخد فتره عبال ما بتثبت اقدامك في الملعب او بتثبت اقدامك كلاعب اساسي في النادي الاهلي. انما مروان عطيه من اول ما جه يمكن عدى ماتش في الثاني وهو لاعب اساسي في تشكيل النادي الاهلي ومن نجوم كل مباراه.
بصراحه نديله حقه، مروان عطيه نجم في اغلب المباريات اللي هو لعبها مع النادي الاهلي من ساعه ما جه من نادي الاتحاد. تعالوا نروح برضو مره ثانيه نعيش اجواء الفرحه مع صاحب الفرح مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي. Ja, wir freuen uns natürlich, ja, dass wir wieder einen Titel gewonnen haben. Die Mannschaft hat sehr gut gespielt, hat sehr leidenschaftlich gespielt auch. Und ja, es war natürlich, waren alle Fans, alle, oder das Stadion war voll mit Fans von uns und das ist natürlich besonders schön und wir freuen uns, dass wir für die Fans auch was holen konnten mit diesem Pokal. وجمهور الاهلي كان مقفل الملعب، كل الواحد حاسس ان هو كان في بيته، والجمهور مقفل الملعب بيساعدنا كتير جدا، وانا سعيد قوي ان انا قدرت ان انا ارد لهم جميلهم وان انا اجيب لهم فرحه بلقب جديد. راجعين من الرجاء وبعد كده النهارده السوبر وعندنا ماتش الترجي التونسي. Wir sind zurück aus Raja zurückgeflogen, dann kommen wir hier dann für einen Titel und dann nochmal, dann fliegen wir nach Tunesien. Ja, es sind sehr intensive Tage und es ist gut, dass wir ein großes Kader haben, dass wir auch der eine oder andere mal eine kleine Pause geben können. Wir freuen uns und ich habe gerne intensive Spiele und wenn viele Zuschauer dabei sind sowieso und wenn es dann noch die eigenen sind, dann macht es noch viel mehr Spaß. Wir haben ضغط ماتشات فعلا كبير جدا الفتره الاخرانيه والفتره الجايه كمان، لكن دي بتبقى حلاوه كره القدم. انا بحب الاجواء دي وبحب الضغط ده. عندنا ماتشات صعبه وكبيره الفتره الجايه، والاجمل لما تحضر الماتشات وفيها جمهور، وجمهور بتاعك كمان يبقى مقفل الملعب، ده بيحسن اجمل الاجواء وبيمتعني اكتر كمان. مستر كوره سافر في كل مكان مع النادي الاهلي. في نقطه ثانيه كان بيتكلم ان اللي ساعدنا اكتر حاجه ساعدنا، احنا معانا قائمه كبيره من لعيبه كلها مستوياتها متقاربه، لعيبه كلها كبيره، ده بيساعدني ان انا اقدر اعمل التدوير وان انا اقدر اريح لعيبه، اقدر ان انا اخلي لعيبه تاخد بريك شويه، حد يخرجه بدري شويه في المباراه عشان يقدر يريح شويه، فده بيخليني ده بيساعدني ان اللعيبه هي اللي بتساعدني على ده. مستر كولر في بينه وبين جمهور الاهلي كيمياء. شوني شيمية also wie eine Harmonie zwischen dir und die Zuschauer von الاهلي والبوبليكوم في الاهلي. ودايما بعد كل ماتش بيروح لهم. Nach jedem Spiel gehst du dann zu den Fans. Ja, also ich möchte mich auch bedanken, dass sie kommen, dass sie uns unterstützen und darum gehe ich gerne zu ihnen. أنا دايما بحب جدا ببقى شاكر جدا ليهم ان هم بيحضروا وبيدعمونا، فبلازم ان انا اروح لهم واشكرهم على دعمهم المستمر لينا. بنشكرك ومبروك ومن بطوله لبطوله، وان شاء الله نستعد بقى لبطوله افريقيا من بكره. Und wir bereiten uns dann ab morgen dann für Champions League. Okay, sehr gut. Thank you. شفنا مستر كولر، وطبعا مش هنتكلم على معظم الكلام اللي قاله، ولكن هو خاص بالشكر جماهير النادي الاهلي، وقال ان جماهير النادي الاهلي اللي بتحضر في جميع المباريات يبقى ليها الفضل في انتصارات النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي النهارده بالمعنى العام يعني ان هي قدمت ملحمه، ونتمنى كل مباراه وجود جماهير النادي الاهلي، لانها فعلا بتاثر على لعيبه النادي الاهلي وهي صاحبه الفضل الاول في مكاسب النادي الاهلي. اتكلم بصفه كويسه جدا جدا عن الجماهير، واعتقد ان مره من ضمن المرات او لقاء من ضمن اللقاءات في احدى المؤتمرات قال بما معناه ان هو ما شافش في الفتره التدريبيه اللي هو عاشها جمهور زي جمهور النادي الاهلي، ولكن احنا بنقول لمستر كولر ده في اكتر من كده، بس لو فتحوا للجماهير كل الماتشات ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور النادي الاهلي صاحب الفضل علينا كلنا، صاحب الفضل في انتصارات النادي الاهلي، صاحب الفضل في بطولات النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم جدا جدا جدا، مهما اتكلمنا عنه مش هنديله حقه. تحيه كبيره جدا جدا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان في مصر في كل انحاء العالم، والمنظومه كلها اشتغلت او بتشتغل عشان الجمهور ده. منظومه بتشتغل للنادي الاهلي بس. منظومه بتشتغل لمصلحه النادي الاهلي. منظومه بتشتغل لمصلحه النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. منظومة بتشتغل علشان ترسم السعادة بإحراز البطولات على وجوه مشجعي النادي الأهلي، للكابتن أحمد بلال قال النهاردة أنها تفوق 90 مليون و93 مليون. 90 مليون أهلاوي. هنروح لفاصل
نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. أرجوكم انتظروا.